السلام عليكم شبيبة زينة، إن شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة وإن شاء الله كامل تكونوا بنفسية مرتاحة. اليوم راح نعطيكم اختبار قصير في 11 سؤال، وهذا الاختبار مستمد من بكالوريا 2018 الموضوع الثاني. اللي ما عندوش هذا الموضوع يحمله، يلقى رابط التحميل في صندوق الوصف، أول رابط تحميل في صندوق الوصف. فلنبدأ على بركة الله وحفظه. البكالوريا 2018 عطانا 18 سؤال. السؤال الأول وش طلب منا؟ قال لنا أكمل تحليل الوظيفي التنازلي ونزل النشاط البياني R0 على وثيقة الإجابة. كما تلاحظون المخطط التنازلي يحتوي على أربع مستطيلات إحالة. كيف أملأ مخطط التنازلي؟ أولا يجب علي أن أستعين بمتمن إنتاج العادي. تخيلوا لو أعطى لكم أرقام هذه المستطيلات الحالة، فيصبح المخطط التنازلي سهل للغاية. كيف أملأ هذا المخطط التنازلي؟ أولا أذهب إلى متمن الإنتاج العادي. كما تلاحظون أن الأشغال رقم واحد تسمى أشغال التشكيل. إذا في المخطط الوظيفي في مستطيل الحالة أكتب هنا، أكتبها بصيغة الأمر، شكل صف المصروفة. وكما تلاحظون أي مستطيل حالة لديه نهاية، من تجيب النهاية كذلك تجيبها من قابلية متمن إنتاج العادي. إذا النهاية القابلية هي نهاية التشكيل. إذا في هذه الحالة أكتب هنا نهاية التشكيل. أذهب إلى أشغلة 2، المتمن إنتاج العادي هي أشغلة النقل. إذا في هذه الحالة أكتب بصيغة الأمر أنقل مصروفة، ونهايتها هي نهاية النقل. إذا هنا أكتب نهاية النقل. أشغلة 3 في متمن الإنتاج العادي هي أشغلة التقديم. إذا في مستطيل الحالة رقم 3 أكتب قدم المصروفة، أما القابلية هي نهاية التقديم. إذا في هذه الحالة أكتب نهاية التقديم. أما الأشغلة الأخيرة وهي أشغلة رقم 4 وهي أشغلة المعالجة والإخلاء، إذا في هذه الحالة أكتب عالج وأخلي المصروفة، ونهاية الأشغلة 4 هي مصروفة قطاع مدنية معالجة. بعدها نذهب إلى مخطط الشامل لكي أعرف ما هي وسائط الدخول ووسائط الخروج، أو معطيات الدخول ومعطيات الخروج. كما تلاحظون معطيات الخروج هي مصروفة قطاع مدني معالجة. هذه الحالة أعطاها لكم وجدة. كما تلاحظون أعطاها لنا وجدة. أما معطيات الدخول، أحتاج قطع مدنية وسائل المعالجة. شكل صف المصروفة يحتاج إلى قطع معدنية بعد ما تقرأ وتفتح شروطها تجدها بإذن الله. أما سائل المعالجة فهو مادة الأولية لأشغلة عالج وأخلي المصروفة. إذا هنا أكتب سائل للمعالج. لو كان ما تقدرش تفهموها في المخطط الشامل، في هذه الحالة باش لازم تستعينوا بدفتر الشروط، لازم تقرأوا دفتر الشروط منه باش تعرف شكون هما المواد الأولية ومادة المصنعة ولا مادة الخروج ولا معطيات الخروج. في هذه الحالة وصف الكيفية واش قالنا؟ قالنا تأتي القطاع تباعا بوصفة بساط واحد لتشكيل صف من 5 قطع. إذا المادة الأولية قطع مدنية هي لمستطيل حالات تشكيل صف المصروفة. أما هنا قال لنا في توضيحات حول عملية معالجة وإخلاء، يعني هذه مستطيل حالة رقم 4، قال لنا تبدأ المعالجة بخروج ساق رافعة سي، ثم رش المصروفة القطع بسائل لمدة زمنية قدرها يساوي 10 ثواني. إذا المادة الأولية لعالج المصروفة هي سائل المعالج. بعدها يجب علي أن أكتب وسائط الدعم ووسائط المراقبة. أبدأ بوسائط الدعم. في هذه الحالة ألجأ إلى جدول الاختيار. كما تلاحظون الأشغال ذات التشكيل ما الذي يقوم بها؟ يقوم بها المحرك M1 والرافعة A. إذا في هذه الحالة في هذا المستطيل أكتب محرك M1 أو رافعة A، أو بدون فلسفة أكتب نظام آلي للتشكيل. أما معطيات المراقبة، كما تلاحظون أن المحرك والرافعة يحتاجان إلى طاقة كهربائية والطاقة الهوائية. وفي المعطيات قال لنا أن W تمثل طاقة كهربائية والطاقة الهوائية. إذن أول معطيات المراقبة أحتاج إلى W. ثانيا
ثانيا احتاج الى تعليمات الاستغلال، وكل شغلة لديها تعليمات الاستغلال او كل مستطيل حمولة يحتوي على تعليمات الاستغلال وهي على شكل دفتر الشروط. اما المعطيات الاخيرة كما تلاحظون ان في شغلة التشكيل توجد خلية كهروضوئية لكشف عن مرور الصف، اذا في هذه الحالة يوجد العداد واي حاجة تحتاج الى ضبط اكتب هنا R. يعني اللي كان يقول لك كاين عدد نحتاج هذا العدد يحتاج ضبط تاع ترتيب، ولا يقول لك مؤجله تحتاج ضبط لزمن التاجيل. بصفه عامه واش نسميوها اير اللي هي ايرغلاش. هنا واش درنا؟ كملنا مستطيل رقم 1، نروحوا للمستطيل رقم 2. المستطيل رقم 2 هو خاص بشغولتنا، كما تلاحظون من الذي يقوم بشغولتنا؟ ام 2 وام 3 وكهرو مغناطيس. وقلنا بطريقة أسهل بدون فلسفة واش نكتبو؟ نكتبو نظام آلي للنقل. واش بقى لنا هنايا؟ بقى لنا معطيات المراقبة. بما أنه عندي محركات واش نحتاج؟ نحتاج طاقة كهربائية. إذا هنا واش نكتب؟ إنرجي إلكتريك، طاقة كهربائية. ما نقدرش نكتبو دبليو بلاس، هنا ما عندناش منفذ يمشي بطاقة هوائية. ثاني حاجة تعليمات الاستغلال ديما تكون موجودة، وثالث حاجة كما تلاحظوا هنايا بما انه عندي مؤجلة تي واحد وعندي مؤجلة تي اثنين، إذا هنا واش نحتاجو؟ يا نكتبو تي واحد تي اثنين، ولا بصفة عامة نرمزو لها بحرف ار اللي هو الضغط. هذه بالنسبة لأشغلة اثنين. نروحو لأشغلة رقم ثلاثة. ما الذي يقوم بأشغلة رقم ثلاثة؟ هي رافعة مزدوجة مفعول به، ولا بلا فلسفة نكتبو نظام آلي للتقديم. وهذه الأشغلة واش تحتاج؟ أول حاجة بما أنه رافعة مزدوجة مفعول تحتاج طاقة كهربائية وطاقة هوائية، إذا هنا واش نكتبو؟ في الدعامة نكتبو دبليو. ثاني حاجة تعليمات الاستغلال. ثالث حاجة اللي هو سي. سي واش معناتها؟ معناتها الإعدادات. لو كان تلاحظوا وتروحوا تروحوا البكالوريوس 2018 لاحظوا بلي الأشغلة ثلاثة جزتوها بالميكرو مراقب، وعلى بالكم الميكرو مراقب يحتاج إلى إعدادات. يعني أي حاجة نجزتوها بالميكرو مراقب ولا نجزتوها بالمبرمج الآلي لابي، هذه الحالة تحتاج إلى إعدادات. في الأشغلة ثلاثة جسدناكم بالميكرو مراقب، من بعد نشوفوها إن شاء الله. إذا هذه الحالة واش نكتبوا؟ سي. أما هذا سهل من ناحية ما عنده حتى دور. آخر مستطيل وهو مستطيل الحالة اللي أشغلة عاجل وأخلي المصروفة. شكون يقوم بهذا العمل؟ عندنا محرك آم 4 ورافعة دي ورافعة سي ومؤجلة تي 3. في هذه الحالة بدون فلسفة نكتب نظام آلي للإخلاء. واش يبقى لي؟ يبقى لي معطيات المراقبة. المعطيات المراقبة بما أنه عندي محركة ورافعة يحتاج إلى طاقة بصفة عامة وهي طاقة كهربائية زائد هوائية، كذلك أصول الرابعة تحتاج إلى تعليمات الاستغلال، وآخر حاجة واش هي؟ بما أنه الأشغلة هذه لازمها زمن تأجيل تي 3، إذا واش تحتاج؟ تحتاج الضبط زمن تأجيل إلى واش؟ زاد بكم سألني سؤال واش قال لي؟ قال لي يا أستاذ في مكان مثلا في مكان نظام الآلي للتشكيل أسكو نقدر نكتب اسم المنفذة؟ تقدر عادي بصحة وقتها تكتبها. ركزوا معايا، لو كانت مثلا تخيل في الشغلة ثلاثة يعطي لك يقول لك رافعة ام ورافعة سي، هنا فرض عليك المنفذة، في هذه الحالة كامل تكتبهم بالمنفذة. اوكي، النهار اللي ما يكتب لك حتى حاجة كما هنايا بدون فلسفة اكتب نظام آلي للتقدير، نظام آلي للنقل. اوكي، والنهار اللي مثلا يكتب لك نظام آلي للإخلاء لازم عليك كامل تكملهم بشكل نظام آلي لكذا، نظام آلي لكذا، نظام آلي لكذا. اوكي، إن شاء الله وصلتكم الفكرة. شو؟ لا لا جماعة ما نركزوش على المخطط الشامل، ما نركزوش عليه، لازم نركزو شوفوا، ركزوا على الجدول الاختيارات هو أهم حاجة، أهم حاجة باش نخدم المخطط التنازلي، نركزوا على المتمن الإنتاج العادي، ونركزوا على واش هو جدول الاختيارات. المخطط الشامل واش نجيبو منه المخطط الشامل؟ نجيبو معطيات الدخول ومعطيات الخروج، ونجيبو التعليمات تاع المراقبة فقط، ماشي شرط لازم ديما نركزو على المخطط الشامل. صاي بعد تخدم المخطط التنازلي، ابدا أول حاجة ابدا بمتمن الإنتاج العادي، كيف رقم كامل كلشي، ثاني حاجة روح جدول الاختيار. اوكي،
وبالتالي المعطيات الاخرى معطى الخروج تقدر تجيبها من المخطط الشامل ولا تقدر تجيبها حتى من دفتر الشهر. هذا هو نفس الاسئله بقى. فوزي هذا هو نفس الاسئله. ان شاء الله تكون وصلت الفكره. جماعه تخيلوا كان يعطيكم مخطط تنازل بهذا الشكل وما يرقملكش كما هنا كما عطاكم في 2018 عطاكم المستطيلات الحاله غير مرقمه. في هذه الحاله كيف تخدم في هذه الحاله؟ احسن حاجه واش هو في هذه الحاله واش لازم تبقى كما كنت تقول لها فوزي في هذه الحاله تبقى المخطط الشامل. شو معايا في المخطط الشامل؟ اول حاجه ديما نروح للمشغوله الاخيره، واش هي مشغوله كما عرفنا قبيله المخرج تاعها واش هو في المخطط الشامل؟ واش يقول لك مصفوفات قطاع معدنيه معالجه، شكون يقوم بهذا العمل؟ اذا هي مشغوله معالجه واخلاء المصفوفه، معناتها نقدر نعرف الشغله الاخيره، معناتها نقدر نعرف هذا المستطيل، واش يبقى لي دوكو؟ يبقى لي نقدر نعرف كذلك المستطيل الاول، واش هو؟ كما كنت لاحظتوا هنايا المستطيل الاول هو الشغولة الأولى في مكتب الإنتاج العادي، واش هي الشغولة في مكتب الإنتاج العادي؟ هي الشغولة التشكيل، إذا هذه واش نقدر نسميها؟ الشغولة تشكيل صف المصفوفة، ما باش يبقى لي؟ تبقى لي هذه وهذه من الشغولة واحد من مرة، نروحوا للشغولة اثنين انطلاقا من مكتب الإنتاج العادي، إذا هذه واش هي؟ هي الشغولة رقم اثنين، من بعدها من الشغولة اثنين لما نروحوا في مكتب الإنتاج العادي نروحوا للشغولة رقم ثلاثة، إذا بعد الشغولة أنقل المصفوفة واش تجي؟ دي شغلة تقديم المصفوفة بهذه الطريقة خدمنا مخطط تنازلي وبنفس الطريقة نكملوا معطيات الدخول معطيات الخروج معطيات الدعم ومعطيات المراقبة. إن شاء الله نكون جاوبتكم على كل الأسئلة تاع واش هو المخطط التنازلي أ زين. ما كاش أسئلة فوزي؟ هايا نكملوا؟ هايا أوكي. روحوا السؤال رقم اثنين. والسؤال رقم اثنين واش قالنا؟ طلب منا واش قالنا؟ قال لك انشئ مكتب الشغل رقم اربعه معالجه والاخلاء من وجهه نظر جزء التحكم وفق دفتر الشروط. هذا هو النظام اللي راه عندي. ان شاء الله كما كنت تشوفوا النظام راني بريك واحد يقول نظام متحرك. جماعه قبل ما تخرج المكتب من المستحسن اقرا دفتر الشروط كامل وابقى تخيل باسكو لا هذا في الشغل الرابعه كاين حوايج يتغيروا ما تقدرش تشوفهم في الاولى الحكايه يعني يمدها لك ليمد لك النظام في حاله رابعه. في هذه الحاله ننصحكم شوفوا معايا واش راح يصرى. احنا نشرح لكم الشغل ثلاثه ومن بعدها كي نشرح لكم الشغل ثلاثه راح نرسم لكم الشغل رقم اربعه. ركزوا معايا الليل شوفوا معايا الليل يا جماعه. وي ايوا سالني زميلك واش قال لي؟ قال لي استاذ رسم لي يمدوا لك اسكو ديما يكون في حاله راحه؟ نعم رسم ديما اللي يعطيك ديما في حالة راحة. هكذا نكمل هايا شوف معايا يا جماعة سؤال واش طلب مني؟ طلب مني بشغل أربعة بصح أنا اللي حاب نشرحكم بشغل ثلاثة واش يصرى فيها وبعدها نقوم بشغل أربعة. هذه بشغل ثلاثة اللي عطاها لنا أكيد راح تكون عندها أسئلة في المرحلة الابتدائية 30 كي تحقق شرط إكس 3 أو إكس 104 أو إكس 105 واش راح يصرى؟ راح تنشر شوفوا معايا واش راح يصرى؟ راح تنشط مرحلة، راهي لاصق مش تخرج، راح تنشط مرحلة إكس 31، واش هو الفعل الموجود في المرحلة إكس 31؟ هو خروج الساق رافع أبي، شوف واش يصرى؟ رافع أبي واش دير؟ دخل مصفوفات مكان معالج، إلى غاية الضغط على واش؟ بي 1، من بعد كي تضغط على بي 1، واش يصرى في المرحلة 32؟ وهو تغذية الأكسية اللي رافعة، باه نعاود ندخلوا ساق رافع، كما هنا واش راكم تلاحظوا دي بي ناقص، اش معناتها؟ دخول ساق رافع الى غايه الضغط على بي زيرو. كي يتحقق بي زيرو واش راح يصرى يا جماعه؟ راح تنشط مرحله 33. هذه المرحله 33 تمت قابليه اكس 33 تولي محققه بما ان الشغوله ثلاثه نشطه وشرط محقق واش راح يصرى مثل الانتاج العادي؟ مثل الانتاج العادي راح يطور من الشغوله ثلاثه راح يروح للشغوله اربعه بهذا الشكل. شفتوا النظام كيف ولا؟ مش كيما انا في المرحله الرابعه. شتو المصفوفات راهم داخل مكان المعالج صحيح. دروك واش راح نديرو جماعة كيما تلاحظوا بعد ما خمت الشغولة ثلاثة راح تنشط الشغولة أربعة والشغولة أربعة هي اللي طلب منا فيها مثلا من وجهة نظر جزء المنافعين صحيح نشطت الشغولة. دروك واش ندير يا جماعة باه نخدم المثمن لازم لي ثلاث حوايج أساسية وقادر نقولو أربع حوايج أساسية. حاجة الأولى واش هي هو لازم
نجيب دفتر الشروط لازم نقرا عليه. حاجة ثانية وش هو؟ لازمني جدول الاختيارات الأول الجزء اللي نحوس عليه، كما كنت لاحظنا واش تكون الإطار تاع واش؟ تاع أسئلة المعالجة والإخلاء، وثالث حاجة لازم يكون لها هيكلية. ركزوا معايا مليح، هنا واش راكم تلاحظوا المنفذات هذه واش درت لها نحيتها؟ علاه نحيت المنفذات يا جماعة؟ باسكو علاه المتمني طلبوا مني قال لي متمني من وجهة نظر جزء المنفذ، معناتها تركزي جزء التحكم، معناتها تركزي على المنفذات المتصدع. لو كان قال لي اصلا لي مثلا وجهه نظر جزء منفذ واش نركزوا على المنفذات صحيح على هذه انا محيط المنفذات. هيا نبداو جماعه سؤال كيف نقرا قبل هذه جماعه في الاجهزه والاختيارات هذه في المنفذات المتصدره هي راح تكون الافعال وهذه القابله وهذه اللي سموها هي القابليات صحيح هي القابليات ولا شروط الانتقال. سؤال مطروح كيف نقرا دفتر الشروط؟ لازم تقراو دفتر الشروط مليح ولازم تقسموا لازم دفتر الشروط تخرج شكون هما الافعال. كما هنا واش قالنا؟ ركزوا معايا مليح. قال تبدا المعالجه بخروج ساقه رفيعه سي. اذا هذا هو الفعل الاول. صح ولا لا؟ بعد واش قالت ثم؟ واش معناتها ثم؟ معناتها الفعل هذا حيجي فعل بعد. الفعل الثاني واش هو يا جماعه؟ ثم كما كنت تلاحظوا تبدا المعالجه بخروج ساقه رفيعه سي، شوفوا ساقه رفيعه سي، تبدا تخرج حتى تبدا تقطع على سي واحد. واش دارت رافعة سي؟ غلقت مكان معالجة، غلقت على المصفوفات، هذا واش هو؟ هذا فعل الأول، ثم معناتها راح يجي فعل الثاني، فعل الثاني يا جماعة واش هو؟ هاني لونتكم باللون الأزرق، ثم رش المصفوفة القطع بسائل لمدة زمنية قدرها 3 ثواني 10 ثواني بواسطة المضخة المتحكم فيها بمحرك M4. واش راكم تلاحظوا هذه هي المضخة يتحكم فيها محرك M4 هذه المضخة تنوض لمدة 10 ثواني 10 ثواني هي مدة كافية لرش المصفوفات. إذا نعم إذا عندي فعل وهو تدوير المحرك وفعل الثاني وهو زمن تأجيل لدور فيه المحرك هذا واش بدا واحد الآن ولا عندنا فعل المرحلة الأولى فيها فعل المرحلة الثانية بدا فيها فعلين من بعد واش قال لكم نقطة معناتها انتهت المرحلة اثنين راح تجي المرحلة الثالثة شوفوا المرحلة الثالثة واش كتبكم شوفوا الرش تاع المصطفى ها راح تشوفوا المصطفى بدا يتبدل اللون تاعها نهار اللي ينتهي زمن التأجيل واش راح تجي راح تجي مرحلة ثالثة نقرأ المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة واش قال لكم يا جماعة بانتهاء عملية الرش واش معناته كي ينتهي زمن التأجيل تاع 10 ثواني راح تجي المرحلة الثالثة واش هي قال لكم بانتهاء عملية الرش يرجع ساق رفيع السي ويدخل ساق رفيع دي جماعة هنا عندي فعل عندي فعلين فعل أول لازم ندخلوا ساق رفيع السي معناتها نغطي التغطية العكسية والفعل الثاني لازم ندخلوا ساق رفيع دي في هذه الحالة واش نروحوا نشوفوا الموزعة يا جماعة الموزعة تسقط حالة استقرار ولا طريقة استقرار هذه يا جماعة ركزوا عليها مليح مليح كي بدا موزع حالة استقرار الجرافة تاعو راح تكون بشي كي يقول لك موزع ثاني استقرار الدراسه تاعو راح تكون بشي واذا حابين تفهموها مليح روحوا البكالوريا تاعي تلقاو في قناه اليوتيوب كاتبكم كيما نقولوا شارحه بطريقه مفصله باذن الله بما انه رافعات سي ودي ثنائيه الاستقرار ها موزع 2 4 ثنائيه الاستقرار معناتها واش لازم باه نرجعوهم لازم يحتاجوا التغذيه العكسيه اذا في هذه الحاله واش راح يصرى رجوع ساق رافعه سي ودي كما راكم تشوفوا بهذا الشكل إلى غاية رافعة سي تضغط على سي 0 ورافعة دي تضغط على دي 1 هذه هي المرحلة الثالثة فيها فعل روحوا لي بعدها آخر مرحلة واش قال لكم لإخلاء المصفوفة القطع المعالجة صحيح وقال لكم وتنتهي آخر مرحلة وتنتهي الدورة برجوع ساق رافعة دي إذا المرحلة الأخيرة بدا فيها فعل يا جماعة هي فيها فعل واحد وهو رجوع ساق رافعة دي واش معناتها ترجع معناتها خروج ساق رافعة دي بهذا الشكل لو كان تلاحظوا رافعة دي في المرحلة الابتدائية ساق تاعها ظهرنا خارج بعد ما قرينا يا جماعة دفتر الشروط دوك واش راح نديرو انطلاقا من هذا دفتر الشروط راح نرسمكم المتمن ركزوا معايا مليح راح نخدمكم بالتفصيل ممل راح تفهموه بدقة كبيرة ونخدمكم خطوة خطوة صحيح ركزوا معايا مليح نعاودو نرجعو إذا باه نرسمو مثلا الأشغلة 4 إذا لكل أشغلة عندها مرحلة ابتدائية كيفاه نرقمو الأشغلة؟
إذا الأشهر مثل ما تقول الإنتاج عليه الرقم تاعها 4، والصفر واش نقصدوا به المرحلة الابتدائية، على هذه المرحلة الابتدائية شنو اللي نرمزوا لها في الأشهر؟ رقم 4. كما هنا أشغلة المعالجة تاعها 4 جبتها من مثمن الإنتاج العادي، باه تمشي الأشغلة 4 جمع لازمها شرطين أساسيين. أول شرط واش هو؟ أول شرط واش هو؟ هو تنشيط أشغلة 4، راح تكون على شكل إشارة واش نسميها إكس 4. كيقول لك شو معناتها إكس 4 واش تقول له؟ هو إشارة من أشغلة 4، ولا تقول نداء من أشغلة 4 على شكل إشارة. صاري هل يشتغل النظام؟ لا لا يشتغل، معناتها الأشغلة باش تمشي لازمها شرطين، الشرط الأول هو نداء من الأشغلة إكس 4 كما كنت لاحظوا، والشرط الثاني وهو إذن تشغيل الآلي، كما هنا إذن تشغيل الآلي تلقاه إكس 104 زائد إكس 105، وهذه من تلقاه يا جماعة؟ تلقاه في المتمن قيادة والتهيئة، قادم لقاه إكس 104، قادم لقاه إكس 103، قادم لقاه إكس 105، وقادم لقاه إكس 104 زائد إكس 105، معناتها في هذا النظام اش معناتها اكس 104 12 اذا تشغيل الالي، واكس 105 هو توقيف التدريج، ما يهمناش هذا الحوايج. اذا هنا واش نكتبوا؟ القابليه الثانيه واش هي اكس 104 زائد اكس 105. من بعدها وين نروحوا؟ نروحوا دفتر الشروط. اول فعل واش قالنا؟ قرينا دفتر الشروط، قال لك اول فعل، اول مرحله تحتوي على فعل واحد واش هو؟ قال لك تبدا المعالجه بخروج ساق رافعه سي. اذا هنا واش نكتبوا؟ رقم المنفذات المتصلة، شكون المسؤول عن خروج الساق الرافعة سي؟ اللي هو دي سي زائد. إذا فعلنا واش نكتب؟ دي سي بليس. دي واش معناتها؟ معناتها ديستريكتور، معناتها الموزع، سي هي رافعة، وزائد واش معناتها خروج الساق الرافعة. لاحظوا معايا في المناولة الهيكلية، كي تنشط إكس 104 واحد الرابع واش يصرى؟ راكم تلاحظوا باللي يتغلق مكان المعالجة، وقتها تنتهي المرحلة 41 عندما تضغط على ملتقط سي 1. هذه واش هي مرحلة أولى. من بعدها واش نديرو يا جماعة؟ نروحو لجدول الاختيارات، نلاحظو بلي ملتقط واش هو؟ سي 1، ماشي شاطرة من جدول الاختيارات، هذا تعرفها من واش يا جماعة؟ من المناولة الهيكلية. لو كان ما يمدهالكش في المناولة الهيكلية، لو كان ما يمدهالكش ملتقطة في نهاية الشوط في المناولة الهيكلية، في هذه الحالة وين لازم تروح جدول الاختيارات. إذا سي 1 واش يبين لي؟ بلي هذا سموه راهو مغلوق. اوكي، من بعد نروحو مرحلة 42 في دفتر الشروط، شي كينا باش يقول لك ثم رش المصفوفة القطع بسائل، شكون المسؤول عن الرش؟ اللي هي الميضخة ام 4، وهذه الميضخة ام 4 واش معاها؟ معاها مؤجلة 10 ثواني. إذا انت عندي فعل هنا في هذه الحالة، عندي فعلين، الفعل الأول واش هو؟ شكون يتحكم في محرك ام 4؟ في المنفذات المصدرة يتحكم فيها كام 4 كونتاكتور موتور كات. إذا الفعل الأول هو كام 4، وهذا المحرك لازم له مؤجلة هي زمن تاع رش المصفوفة. إذا زمن التأجيل هنا تاع قاعدة يا جماعة سماه تي 3. إذا الفعل نكتبو بحرف تي ماجستيل، وشرط النهاية واش نكتبو؟ حرف مينيسكيل، معناتها حرف صغير. إذا يبدأ الزمن التأجيل، شوفوا معايا يا جماعة كيف تمشي المصفوفة، شوفوا 1 2، راكم تشوفوا المصفوفة كيف بدل اللون تاعها، 5 6 رش المصفوفات، 7 8 9 10، 10 هو الزمن الكافي لرش المصفوفات. إذا واش هي القابلية تاع المرحلة 42 باش تنتهي؟ اللي هي نهاية زمن التأجيل، إذا تي 3 سلاش، شكون المرحلة اللي عطات لها زمن التأجيل؟ هي مرحلة 42 سلاش، المرحلة 42 اللي عطات لها زمن التأجيل اللي هو 10 ثواني، إذا هذه هي المرحلة الثانية. روحوا المرحلة 43. في 43 واش قلنا في دفتر الشروط؟ بانتهاء عملية الرش، بعد ما تنتهي عملية الرش وينتهي زمن التأجيل واش قلنا؟ يرجع الساق الرافعة سي ويدخل الساق الرافعة دي. هنا كده عندي فعل، عندي فعلين. الفعل الأول يرجع الساق الرافعة سي، معناتها بل نرجعو نغضو تقدير عكسية، معناتها دي سي ناقص، وساق الرافعة دي بطبق لازمني واش لازمني تقدير؟ واش هو السؤال؟ تفضل. تي 3 جماعة زميلكم سألني، هاي زميلكم سألني سؤال، قال يا أستاذ نقدر نفصل ما بين كام 4 و تي 3؟ لا، في هذه الحالة ما نقدرش نفصل ما بيناتهم. على لو كان تنشط 42 محرك يدور، من بعد كي تنشط 43 لو كان ديروا فيها تي، المؤجلة تمشي 142 تقع عليها التغذية، واش معناتها؟ معناتها تخمل المحرك واش حيصير يا جماعة، راح يتوقف.
على اي على هذه التهم عندي نصيحه. نهار اللي بدا المحارب لو كان ما يعقلكش الملتقي تاعو ديما يرفق معاه بزمن تالي، هو زمن دوران المحارب. اذا هنا زمن دوران المحارب واش هو؟ باه يدور لازم 10 ثواني هي مده كافيه لواش لرش المصفوفة. صاري معناتها كامر ما يمشي مع التكتاك، ما نقدرش نفصل ما بيناتها. اوكي هيا نكملوا الخدمه تاعنا. روحوا في مرحلة 43 مش قلنا كذا كاين فعل، كاين يرجع ساق رافعة سي ويدخل ساق رافعة دي. إذا واش نحتاجو في هذا الحال؟ نحتاجو دي سي، دي سي ناقص باه ندخلو ساق رافعة سي، ونحتاجو كذلك دي دي ناقص باه نرجعو ساق رافعة دي. إذا دي سي ناقص وفعل الثاني واش هو؟ دي دي ناقص. شوفوا في المناولة كي ترجعو 43 جماعة ندير لكم المرحلة كي تجيب لون أحمر واش معناتها؟ نشطة. شوفوا المناولة الهيكلية واش يصير؟ شوفوا معايا كي تحقق هذا واش راكم تلاحظوا؟ واش لاحظتوا؟ طلع الساق رافع سي فتحت سمو المكان المغلق طلعت الحاجز، وهنا واش راح يصرى؟ راح ترجع الساق رافع دي. شوفوا عامله القابليه واش هي؟ بما انه عندي فعلين دي سي ناقص ودي دي ناقص، القابليه تاعهم واش راح تكون؟ دي واحد هي رجوع الساق رافع دي، والقابليه الثانيه واش هي؟ اللي هي سي صفر هي رجوع الساق رافع سي. لاحظوا معايا مليح، راح يرجع يرجع حتى يتحققوا الشرطين هذو. كي يتحقق شرط سي سي زيرو هو يبين لك بلي رافعة رجعت الحالة الابتدائية، وكي تضغط على دي واحد اش معناتها ساق رافعة دي واش معناتها داخل هكذا. واش راح يصرى؟ راح تنشط مرحلة 44. هيوا في المرحلة 44 في دفتر الشرط واش قالنا بعد الانتهاء عملية الرش واش قال لكم؟ ترجع شوفوا معايا بلون اخضر نلون لكم بلون اخضر، ترجع ساق رافعة دي. كان رجع الساق رافعة دي قول يا جماعة غادينا دي دي ناقص صار رافعة داخل 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 داخل. لو كان نحب نخرج ساق رافعة دي واش لازم نغطي التغذية العكسية؟ لأنه التحكم تاعها هناك استقرار باش نغطوه معناتها نغطوه دي دي زائد، لازم لي ساق رافعة أو تخرج بهذا الشكل. إذا واش هو الفعل هنايا؟ إذا هنا الفعل واش هو؟ دي دي زائد. إذا واش نكتب؟ دي دي زائد. شوفوا معايا في المناولة الهيكلية واش صرا؟ بدات تخرج تخرج حتى ضغطت على دي زيرو. إذا واش هي القابلية تاع مرحلة 44 اللي هو دي زيرو. من بعدها يا جماعة بعد ما كملنا دفتر الشروط أي مشغولة باش تنتهي؟ تنتهي بمرحلة الانتظار. مرحلة الانتظار هذه واش نسميها؟ 45. علاه نديرو مرحلة الانتظار في كل مشغولة؟ كل مرحلة الانتظار واش تمد؟ تمد القابلية باه يطور مثل الإنتاج العادي من أشغولة لأشغولة. كيما هنا أشغولة أربعة، كي تكمل أشغولة أربعة في مد من الإنتاج العادي واش لاحظنا؟ نعاودو نرجعو لأشغولة واحد. وقتها ترجع لأشغولة واحد لازم تكون أشغولة أربعة نشطة و إكس 45 محقق. كي يجيك سؤال يسألك يقول ما وظيفة إكس 45 واش تقول؟ يقول وهو هي مرحلة إكس 45 تساهم في تطور مد من الإنتاج العادي. مد من الإنتاج العادي يا جماعة واش يصير؟ من أشغولة أربعة وين حيعاود يرجع؟ يرجع لأشغولة رقم واحد بشرط وقتها يرجع كيعود إكس 45 يساوي واحد. واش قلت لي يا فوزي؟ كاش أسئلة؟ واش هي؟ هنا في هذه الحالة يا جماعة شوفوا معايا قولوا زميلكم سألني سؤال قال لي أستاذ في مرحلة 43 أسكو نقدر نفصل ما بين دي سي ناقص ودي دي ناقص؟ هنا في هذه الحالة نقدر نفصل، انما انت شكون تخيل شكون الوسائل اللي يرجع رافع اللي ترجع له؟ تقدر دير في 43 دير دي سي ناقص وبعد القابليه سي زيرو، وبعد 44 واش دير؟ دي ناقص والقابليه دي دي واحد، وبعد 46 تولي هي مرحله الانتظار التي تساهم في تطور مثل الانتاج العام. مي شكون افضل؟ هو ماذا قال لك؟ يدخلوا مع بعض في ان واحد، يعني هنا نزيد مرحله. لو كان نزيد المرحله واش حيصرى لي؟ لو كان نجي نجسدها ولا نزيد مقياس كهربائي ولا نزيد مقياس هوائي ولا نزيد مدخل فلابي ولا نزيد مدخل في ميكرو في ميكرو مراقب، في هذه الحاله راح نزيد مرحله زياده، راح نزيد نضيع طاقه كهربائيه. هي من الافضل ومن المستحسن تبدا دفتر شرط ما دام قال لك يدخل مع بعض ديروا فعلين مع بعض. ان شاء الله تكون وصلت الفكره. زيد كاش اسئله؟ مرحلة الانتظار ضرورية باه تساهم في تطور مجمع الانتاج، يعني الافضل نفصلوها نديروها واحدة. بس هاني جي ليها جي ليها. جماعة لو كان ما نديروش مرحلة الانتظار واش نولو نديرو؟ نولو نديرو اكس 44 دي زيرو، وهنا دي زيرو واش نديروها؟ نديروها فوا اكس 4 بار. اوكي انا اللي مثلا حتى الان ما كملتوش يا جماعة. اوكي
وصلنا في المرحلة اكس 45، واش قلنا؟ كي توصل المرحلة اكس 45 تم الجواب، جواب هذا على شكل واش؟ على شكل إشارة اكس 45. في المثل الإنتاج الآلي، وش يصير في المثل الإنتاج؟ مشغولة 4 نشيطة، وإكس 45 نشيط، وش حيصير مشغولة 4؟ مشغولة 4 يا جماعة وش حيصير؟ راح تتخمر راح تنشط مشغولة 1. أيوا، شوفوا المثل هنا شكون نشيطة مرحلة إكس 45، إذا واش نكتبوا؟ نكتبوا إكس 4 بار، إكس 4 بار واش تولي؟ تساوي 1، مسؤولة مادام مشغولة خامية، إكس 4 يساوي 0، إكس 4 بار واش حيساوي؟ يساوي 1، صح ولا لا؟ بما أن مرحلة إكس 45 نشيطة، وإكس 4 نشطة تساوي 1 محقق، واش حيصرى؟ راح تعاود ترجع تنشط مرحلة إكس 40، وهنا يرجع مثلا الحالة الابتدائية، ومثلا الإنتاج العادي واش يدير يا جماعة؟ يروح يعاود ينشط الأشغلة رقم 1، خشينا في مثلا الإنتاج العادي، آخر الأشغلة 4، كي تنتهي الأشغلة 4 تعاود ترجع الأشغلة رقم 1، هذا هو مثلا من وجهة نظر جزء التحكم لأشغلة تشكيل مصر. ركزوا على المنافذات المتصدرة وركزوا على المرتبطات. المنافذات ديروا عليها إكس، وقتها تحتاج المنافذات نهار يقول لك أرسم لي مثلا من وجهة نظر جزء المنافذ. فاهمين؟ زيد كاش أسئلة؟ 45، شوف معايا، شوف معايا يا أخي. المشكل أنني مش حاضر، كان عندي نجيبكم مثلا الإنتاج العادي. نعاود نرجع مثلا الإنتاج العادي. شوف نعاود نرجعك مثلا الانتاج العادي، اوكي معليش باهي فهم مليح، وراه مثلا الانتاج العادي، مثلا الانتاج العادي وراه اللي يسالني، اللي يسالني على مرحله الانتظار. شوف معايا يا اخي، حنا واش كنا نخدمو قبيله؟ كنا نخدمو مثلا تاع واش؟ اشغله رقم 4. راك شوف معايا اشغله رقم 4 اللي هي اشغله معالجه والاخلال. شوف القابليه تاعها، واش مكتوبه في القابليه تاعها؟ مكتوبه نهاية المعالجة والإخلاء. هذه القابلية كيفاش نحققها في رأيك؟ كيفاش نحققها؟ شفت إكس 45 اللي كنا نشوف فيها قبيلة؟ هذه نهاية المعالجة والإخلاء، لا سوري مش تظهر، هذه نهاية المعالجة والإخلاء نبدأ نعوضوها بإكس 45، وش يصرى؟ كي تحقق إكس 45 مرحلة 4، شوف معايا مرحلة 4 نشيطة، وشرط نهاية المعالجة والإخلاء نشيط، وش يصرى؟ راح تخمل أشغل 4 وراح تنشط هذه مرحلة 4 2 مع أشغلة رقم 1. إذا في هذه الحالة أي أشغلة لازم ومن الأفضل لازم نفهمها مرحلة الانتظار. إذا وش وظيفة مرحلة الانتظار؟ نعاود نرجع لها نمشيها. إذا وش وظيفة مرحلة الانتظار؟ هي تسميها مرحلة الانتظار بالنسبة للأشغلة، مي وظيفتها الحقيقية وش دير؟ تساهم في تطور مثمن الإنتاج العادي. لو كان ما يتحققش شرط اكس 45 يبقى مثلا الانتاج العادي ديما ناشط في الاشغال 4، ما يروحش في الاشغال 1 حتى ولا الاشغال 2 حتى لازم يتحقق القابليه اللي هي اكس 45. اذا اكس 45 ما وظيفتها؟ تساهم في تطور مثلا الانتاج العادي من اشغال 4 الى اشغال بعدي. الاشغال بعدي ديما تكتب مثلا الانتاج العادي، هذا مثلا النظام تحتي 6 اشغال، هذا 4 بعدها 4 واش يجي 5 6 في اني واحد واش تقولوا؟ يقول اكس 45 تساهم في تطور الانتاج العادي من اشغال 4 الى اشغال 5 و6 تشتغلان في مع بعض ولا متزامنتين. كما هنا في التركيب تاعي واش هو؟ اكس 45 مرحله الانتظار بالنسبه للاشغال تساهم في تطور مثل الانتاج العادي من اشغال 4 الى تعاقب واو، شفنا لقينا تعاقب واو نورمال. اوكي كان المفروض كان يكون عندكم سوجيات يا جماعه، لكن نقول لكم حاجه تشوفوا لي مثلا انتاج يعني حتى انا كان معظم عندي سوجي من يلا غير نسيت ما طبعتهاش وللاسف الوقت ما كفانيش غادي ديما راه ديريكت معاك والمشاكل تاع كوليكس وستوديو راكم على بالك. هاي زيد كاش اسئله؟ ما كاش اسئله، راه السؤال اللي بعده. الله غالب حصلنا شويه مش كيما واحد يتعود على استوديو يتعود على قمر كيما اوكي. هاي يا جماعة روحوا السؤال رقم كملنا هذه، روحوا السؤال رقم 3. سؤال رقم 3 قال لك اكتب على شكل جدول معادلة التنشيط والتخمين والأفعال لمراحل مثلا أشغلة 1. هنا واش عطانا؟ عطانا هذه أشغلة رقم 1، قال لك اخدم لي معادلة التنشيط والتخمين. صاي يا جماعة أنا نسيت ما خدمتكمش الأفعال، أفعال هي سهلة نورمال، أفعال وذكر كامل سهل، واش عندي لكم معادلة التنشيط معادلة التخمين. هاي نبدأ. نبدأ في أول مرحلة اللي هي إكس 10. يا جماعة قبل ما نجيب معادلة التنشيط والتخمين
واش لازم نعرفوا واش هو رقم واحد نديروا عليها نقطه واش معناتها راح ندرس مرحله رقم 10. سؤال مقروء، مرحله رقم 10 شكون اللي نشطها؟ جماعه ركزوا معايا مني، حاولوا ترسموا الاسهم، سهم اللي داخل، سهم اللي داخل المستطيل ولا مربع واش نسميوه؟ نسميوه تنشيط، والسهم اللي يخرج ما خرج واش نسميوه؟ نسميوه تحميل. كيما هذه شو رقم 10 كذا تجي لي سهم مدخل، سهم رايح المستطيل. لاحظوا بلي كاين لي سهم واحد، هذا السهم باللون الازرق منين جاي يا جماعه؟ جاي من المرحله 44، اذا 10 شكون اللي نشطها؟ نشطها المرحله 44 مرفوقه بشرط واش هو؟ اكس 1 بار. اذا واش نكتبوا؟ اكس 10 نشطها اكس 14 و القابليه محققه اللي هي اكس 1 بار. او جماعه يعني قبل ما تخدموا على تنشطكم ديما لازم تركز على متمن ام، ما تنساش متمن ام. دركو انا هذه مشغوله واحد لمن تنتمي؟ حيت تنتمي جي بي ان مثلا الانتاج العادي. سؤال مطروح، الجي بي ان شكون يتحكم فيها؟ اسكو اكس 200 ولا اكس 201 ولا اكس 202؟ كما بنطلعوا هنايا اف ستار جي بي موجوده في مرحله اكس 200، واش معناتها؟ معناتها مرحله ابتدائيه قادر تنشطها اكس 14 اكس 1 بار، ولا قادر يسرى لي خلل في النظام تاعي. نهار اللي يسرى خلل في النظام تاعي مثلا واش يدير يا جماعه؟ مثلا واش يدير؟ يبعث امر واش يقولوا؟ اف ستار جي بي يقول نشطني المراحل الابتدائيه لكل الشغلات اربعه، الشغله الاولى نشطني المرحله الابتدائيه تاع 10 ومرحلة ابتدائية تاع شغل 22 ومرحلة ابتدائية شغل 33 ومرحلة ابتدائية شغل 44 نشطهم وخمن لي باقي المراحل. إذا في مرحلة التنشيط المرحلة الابتدائية ديما تكون هذه المرحلة الابتدائية. إذا المرحلة الابتدائية شكون اللي نشطها؟ نشطها المرحلة القبلية مرفوقة بشرط أو علاه قلت أو؟ لا ما قلتش فيه باسكو الخلل هذا مش ديما موجود، الخلل قادر يصرى في أي لحظة، يعني شنو أو في حالة وجود خلل اللي هي زي اكس 200 باسكو اكس لا جي بي موجوده في اكس 200. هذه ركزوا عليها مليح يا جماعه، ما تسرعوش تبداو ديما تكتبوا لي زي اكس 200، قادر اكس 201 اكس 202 اكس 2000، قادر مثلا ما يسميلكش 200، قادر يسميلك 2000 2001. هكذا هذه بالنسبه لمعادله التنشيط. اما معادله التخمين واش هو؟ السهم اللي خارج من المربع. اذا كاين سهم هنا كاين سهم واحد لما رايح 11، اذا شكون يخمن لي مرحله 10؟ إذا المرحلة 10 خملها مرحلة إكس 11 ف، هذه بالنسبة لمرحلة إكس 10. ما كانش أسئلة فوزي، نكمل عادي. روحوا إكس 11، روحوا إكس 11 يا جماعة ركزوا معايا مليح. إكس 11، إكس 11 قدا سهم جاي ليها؟ شوفوا كاين سهم الأول جاي ليها من واش؟ من إكس 10، وكاين سهم الثاني هذا من جاي يا جماعة؟ ركزوا معايا من جايها؟ جايها من إكس 13. إذا هنا كذا كاين احتمال تنشيط، كاين سهمين معناتها كاين احتمالين. الاحتمال الأول واش هو؟ هو إكس 10 في إكس 1 في إكس 104 زائد إكس 105، والسهم الثاني باللون الأحمر مين جاي يا جماعة؟ ركزوا معايا مين جاي؟ جاي من إكس 13، إذا شكون اللي نشطها؟ أو إكس 13 في أ 0 أن بار. وعلى بالكم يا جماعة تعاقب، شوف تعاقب أو ولا قفز المراحل ولا إعادة المراحل، هذو كامل يسموهم تعاقب أو، معناتها واش نديروا؟ زائد. في وقت نديرو فيه معناتها مرحلة تنشط في مرحلة تنشط كيف بدا يعطيني تعاقب هو فقط، باقي التعاقبات ديما راح تكون زايد. إذا شكون ينشط المرحلة إكس 11؟ نشطها إكس 10 في إكس 1 في إكس 104 في إكس 100 زايد إكس 105 أو إكس 13 القابلية تاعو اللي هي أ 0 أن بار. صحيح، وهذه بالنسبة للتنشيط. نروحو لإكس 11 شكون يخملها؟ بدا خارج من السهم، سهم واحد. إذا شكون يخملها؟ خملها إكس 12 أو وجود الخلل، كي تفهمنا مثلا الأم كي يصير الخلل واش يدير؟ كل أشغولة ينشطها المرحلة الابتدائية والباقي المراحل واش يديرهم؟ يخملهم. على هذه واش ننصحكم؟ يعني قبل ما تخدموا على تنشط التخمين وبعد ما تشوف مثلا الأم في الإكس 10 في المرحلة الابتدائية دير زائد إكس 200 وباقي المراحل دير زائد إكس 200 في التخمين فقط. هكذا متفاهمين؟ روحوا اللي بعدها إكس 12، إكس 12 جماعة شكون ينشطها؟ كما راكم تلاحظوا نشطها اكس 12 نشطها كاين سهم واحد، معناتها نشطها مقياس اكس 11 والقابليه واش هي؟ او. ايوا وشنو اللي خمل لي مرحله اكس 12؟ اذا خرجنا سهم مرحله 12 سهم واحد، اذا شكون اللي خملها؟ خملها اكس 13 او في حاله وجود خلل شكون اللي ديدكتي؟ اكس 200. هذه بالنسبه لمرحله 12. روحوا لمرحله 13. مرحلة 13 قد جاي ليها سهم؟ جاي ليها سهم واحد، معناتها عندها مدخل واحد، معناتها عندها تنشيط واحد. شكون اللي نشط لي مرحلة 13؟ نشطها لمرحلة 12 مرفوقة بالقابلية. جماعة
تنشيط يمشي مع القابليات وتخمين يمشي بلا قابليات، هكذا تفهمينا. إذا إكس شكون ينشطها؟ ينشطها إكس 12 في آر واحد، وشكون يخمل إكس 13؟ خمل هذه المرحلة البعدية إذا كاين سهم خارج، ركزوا معايا مليح. إكس 13 إذا خرج لنا سهم، السهم الأول من رايح؟ رايح إكس 14، والسهم الثاني يا جماعة ركزوا معايا مليح، شوفوا لمن رايح؟ رايح إكس 11. إذا شكون يخمل إكس 13؟ خملها لي إما إكس 14 في فوتوشوب، ولا خملها لي إكس 11، ولا في حالة وجود الخلل. إذا إكس 14 زائد إكس 11 زائد إكس 200، هذا هو التخمين. كنت أتمنى ندير درس تفاعلي، يكونوا أشخاص معايا بزاف يسألوا، باه ندير درس حلو بزاف بزاف بزاف. راني حاسس روحي راني وكأنني نحكي واحد، راني نحكي مع سمو الشيخ هكذا، على هذه شويه جاتني امور صعيبه هكذا. مي المره الجايه ان شاء الله باذن الله، تعود واحد مثلا عنده كونيكسيون مليحه وقابيه، نفضل ندخله في الجهه الثانيه، ده يكون درس تفاعل هكذا ان شاء الله باذن الله. واش فوزي كاش اسئله؟ دوك نرجع نكملوا، دوك نرجع نجاوب على السؤال نتاعك. اوكي جماعه، كملت اكس 13 نروحو اكس 14 صحيح. اكس 14 شو هو اكس 14؟ كي تجي ليها سهم جماعه، راه جاي ليها سهم هذا، تالي سهم هذا مو جاي ليها، هذا سهم هو رايح مرحله 11. اذا اكس 14 شكون ينشطها؟ ينشطها اكس 13 والقابليه ا 0 في 1 نكتبوها هنايا. وشكون يخمل لي اكس 14 المرحله البعديه؟ شكون هي المرحله البعديه؟ هي اكس 10. اذا اكس 14 عندها سهم واحد خارج منها، اذا شكون يخملها؟ خملها اكس 10 او في حاله وجود خلل اكس 200. فوزي عاود لي السؤال، واش كنت تقول لي فوز؟ تفضل. هاي نرجع لمتن الام، زميلكم سالني سؤال قال لي يا استاذ واش معنى هذوك الشروط اللي موجوده في متن الام؟ هاي نرجع لمتن الام، شوفوا متن الام. اوكي. هاي احكي لها. صحيح. شوف معايا. جماعة مثل الآن هنايا في مرحلتين، مرحلة إكس 200 ومرحلة إكس 201. مرحلة إكس 200 واش يسموها؟ يسموها مرحلة التوقف. هذا توقف وقت يتوقف المصنع تاعنا، كاين احتمالين، قادر يصرف خلل في أحد المنفذات بالضبط المحركة الثلاثة الزمنية، وقادر يصرف لي حد، قادر يصرف حد الشخص اللي يضغط على قارب الأرجونس، معناتها وقت يتوقف النظام إما في حالة وجود خلل أو في حالة توقيف الاستعجال. إلى إكس 200 مرحلة التوقف، أما إكس 201 شو نسميوها؟ نسميوها مرحلة الإنتاج العادي، معناتها كي توصل إكس 201 نظم الإنتاج العادي يبدا يتطور، ويبدا يمشي نظام عادي، معناتها النظام راه يمشي في سيرورة عالية. أما إكس 200 يا جماعة ركزوا معايا مليح، إكس 200 يا جماعة وقتها تنشط إكس 200، كون إكس 201 نشطة وأحد الشروط هذه محققة، واش معناتها؟ يقول لك أري دورجونس في حالة الضغط على توقف استعجالي، ولا وقتها تنشط اكس 200، قادر يصير فرق في الحموله في محرك واحد، ولا فرق حموله في محرك اثنين، ولا فرق حموله في محرك ثلاثه، ولا فرق حموله في محرك اربعه. هذه القابليه تقدر تجيبوها بسهوله، ديما اري ديرجونس ديما موجوده، واحسبوا المحركات ثلاثه زاويه. اذا لقيت جوج محركات ثلاثه زاويه دير ار تي واحد زائد ار تي اثنين، اذا لقيت محرك واحد ار تي واحد، وقادر يسمي لك مرحله حركه، قادر يسميها اف، وقادر يسميها ار تي. اذا كي توصل اكس 200 يا جماعه، اكس 200 اذا فيها فعل، فيها فعلين، متمن الأمن واش راح يدير يا جماعة؟ كي لقى خلل، متمن الأمن واش لازم يدير؟ لازم يوقف متمن قيادة والتهيئة، في نفس الوقت لازم يوقف متمن الإنتاج العادي. إذا في إكس 200 راكم تلاحظوا المرة فعلين، كاين فعلين، الفعل الأول شنو هو؟ إف معناتها فورساج سلاش جي سي، واش معناتها؟ أمر إرغام صادر من متمن الأمن إلى جي سي متمن قيادة والتهيئة 100، واش معناتها؟ واش غيقولوا؟ يقولوا نشط لي مرحلة ابتدائية 100، والباقي المراحل في المتمن القيادة والتهيئة حبسهم كامل. وش يصرى هنا في هذه الحالة؟ وش يصرى؟ المتمن القيادة والتهيئة يتوقف. أصلا مش تطلب المرحلة الابتدائية. وفي نفس الوقت إف سلاش جي بي إن وش معناتها يا جماعة؟ إف فور سلاش أرغب نقول له أمر إرغام صادر من متمن الأمن إلى متمن الإنتاج العادي، وش يقولوا؟ نشط لي المراحل الابتدائية بكل مشغولة، مشغولة واحدة، نشط لي المرحلة الابتدائية تاعي. مين باقي المراحل وش يديرهم؟ خمن، وش يحصل مشغولة واحدة؟ توقف. نزيد نروح لشغل اثنين، واش يقولوا؟ نشاط لي مرحلة ابتدائية 20، باقي المراحل 21 22 23 يتوقف. 30 40 كيف كيف، إذا إف سلاش جي بي إن ممكن يقول لك أشهر حالة في البكالوريوس، تقول؟ وتقول
يقولوا امر ارقام صادر من مكمن امن الى مكمن انتاج عادي جي بي وذلك بترصيد كل مراحل ابتدائيه للمشغولات 10 20 30 40 وكنجو خمس مشغولات قولي 10 20 30 40 50 بترصيد كل مراحل ابتدائيه لكل مشغولات و ما تنساوش هذه و تخمين باقي المراحل لكل مشغولات ويبقى سالم المفعول يعني هذا الامر ما يتروحش يبقى ويبقى سالم المفعول الى غايه زوال الخلل دوك ما يروحش الخلل اكس 200 القديمه ناشطه وقتها ديزاكتيفا اكس 200 وقتها تخمن حتى يتحققوا هذا الشروط واش معناتها؟ الفيرجنس بار معناتها ما كانش توقف استعجالي اتي واحد بار واش معناتها يا جماعه اتي واحد بار معناتها ما كانش فرقهم في المحل الاول ما كانش فرقهم في المحل الثاني والثالث والرابع مع ضغط على ريال مومو هو زاد اعاده التسليح في المراحل كي تحققوا هذا الشرط الرابعه و و و و تنشط اكس 201 ونظام يعاود يرجع ويمشي بسيروره عاديه ان شاء الله نكون وصلت لك الفكره صحيح كمل تفضل هي شوف لو كان يجيك سؤال لو كان يقول لك يجيك سؤال يقول لك اشرح لي اكس 200 اشرحها له بكل بساطه باش تقول اكس 200 هي مرحله توقف بسبب وجود خلل او توقف استعجال واللي يحب يتفلسف بزاف يشرح الفعلين واش يقول لك حيث تحتوي على الفعلين الفعل الاول اف صار جي سي يعني وهو امر ارقام صادر مثلا من الى جي سي بتنشط مرحله ابتدائيه وتخمين باقي المراحل مجمل قيادة ابتدائية وابقى سالم المفعول و اف صار جي بي 10 20 30 40 هو امر ارقام من مجمل الامن الى مجمل الانتاج العادي بتنشط كل مراحل ابتدائية لكل المشغولات ويبقى سالم المفعول الى غاية زوال الخلل اوكي يقول لك 201 اوكي يقول لك اكس 201 يقولوا مرحلة النظام في حالة سيرورة عادية ولا يقولوا النظام في حالة انتاج عادي المصنع راهو يمشي مصنع راهو ينتج لك المادة مصنع هكذا صحيح هاي روح لي بعدها هاي اوكي روح لي بعدها قدام كاين مشاهدة فيها 30 35 باقية تبان لي مثل مباشر الأول بقاو يستناو فيه ولا باسكو عليها مادة الشراب التجديد هذا مية الله غالب شو هي نورمالمون على الاقل يوصل 50 باسكو عندي واحد 60 تلميذ هذا نورمالمون توصل 60 نورمال على الاقل مي لا قال مي ما رجعنا نعطيكم فيديو ان شاء الله واش هكذا باذن الله ان شاء الله جماعه روحوا السؤال اللي بعده واش هو السؤال اللي بعده واش هو السؤال اللي بعده اوكي 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 سؤال رقم اربعه السؤال رقم اربعه واش قالنا قالت اكمل اكمل شخصيه كيف فوزي نصر راه تخرج ولا تخرج المشيره تاع الفاره باش تخرج هذا مشكل والله هاي تخرج عاديه بس نبدا بها بزاف هاي معليش هذا سؤال اربع جماعه واش طلب منكم قال لك اكمل ربط المعقد الهوائي الموافق لمشغول واحد في المعقبات الهوائيه يا جماعه قبل ما تروح المعقد الهوائي لازم تشوف المتمن اسكو تعاقب وحيد ولا لا اذا كان تعاقب وحيد راح يكون بسيط اذا كان موش تعاقب وحيد ننصحكم بواحد الافكار لازم تبعوهم واش هو عطاك هذا هو تركيب ولكن ناقصه حاجه ها باكي تاعك صايب هكا مرينا اخي جماعه كي يعطيك المعقد الهوائي اول حاجه تبدا بها اول حاجه تبدا بها ابدا بالتغذيه باسكو فيها كاين بزاف من ينسوا التغذيه والتغذيه عليها عليها 0.25 نقطه يعني اول حاجه نبدا بها قبل ما نروح مع التنشيط والتخمير لازم نغطي كل مقاييس الهوائية من بعدها يا جماعة واش راكم تلاحظوا قبل ما نبدا نرسم نروحوا نشوفوا المتمن يعطاه لي واش راكم تلاحظوا المتمن يمدوا لي المتمن يعطاه لي هو متمن إعادة المراحل في هذه الحالة واش لازم ندير كاين واحد الخطوات نديروها نهار اللي نطبقوهم يولي لي متمن ساهل ساهل لدرجة ما تخيلوهاش شوفوا معايا واش هي الخطوات هذه روح ابحث على المرحلة التي حدث فيها التفرق اسكو لي المرحلة اللي حدث فيها تفرع اسكو 10 ولا 13 ممكن تلاحظوا مليح واش معناتها حدث فيها تفرع هي المرحلة التي يخرج منها سهمين ولا قسم إلى آخره التي يخرج منها سهمين إذا المرحلة التي حدث فيها تفرع هي مرحلة إكس 13 اسكو خرج منها سهم رايح إكس 14 وسهم لما رايح إكس 11 هذه أول حاجة تخرج ثاني حاجة واش دير يا جماعة روح في التفرع هذا شوف اسكو كاين شروط متشابهة ولا لا كيما هنا في التفرعين هذا الخط الاول واش فيه؟ في ا 0 في ان وخط الثاني واش فيه؟ ا 0 في ان بار سؤال مطروح هل توجد شروط متشابهه ولا لا؟
ولا فوزي ما كاينش شروط متشابهه ولا ما كاينش؟ واش هي الشروط المتشابهه؟ يتجابوا في ا0 ا0 في هذه الحاله واش ندير؟ نكتب الشروط المتشابهه هي ا0 وهذا ا0 جمعه وين نروح؟ نروح المرحله هذه اكس 13 في مرحله 13 نروح المقياس اكس 13 ونكتب الشرط المتشابه اللي هو ا0 جماعه لو كان ما كاينش شروط متشابهه تخيل لو كان ما كاينش شروط متشابهه واش نديرو فوزي في هذه الحاله؟ نديرو واحد منطقي باسكو نتابعو غير واحد منطقي ولا واحد منطقي نرمزو له بنوماتيك بفتح التربيع بي بفتح التربيع بي هنا كاينه شرطه متشابهه اصل من بعد ما درت شرطه تفضل شو ايوا زاد يخدم سالني سؤال قال لي استاذ علاه ما مناش المرحله 10 حدث فيها التفرع التفرع يا جماعه مين يجي التفرع هو يجي في المخرج ماشي في المدخل ركز معايا مليح اللي سالني هذا السؤال 10 قد ايه خرج منها السهم؟ سهم هذا خرج منها سهم واحد لما رايح قداش؟ بصح هذا السهم شوف الاتجاه تاعو وين جاي هذا السهم شوف الاتجاه راكم تشوفوا الاتجاه السهم وين جاي؟ معناته جاي من 13 معناها 13 هي اللي فيها حدث فيها التفرع 13 فيها سهمين سهم الاول لما رايح 14 والسهم الثاني لمن رايح 11 اذا المرحله 13 هي التي حدث فيها التفرع وليس مرحله اكس 10 صحيح كمل نكمل ها يا جماعه نكملوا واش قلنا؟ قلنا كي بدك مثلا في التفرع حوص على المرحله التي حدث فيها التفرع من بعدها تدير عليها نقطه شوف شروط اسكو كاينه متشابهه ولا لا؟ اذا كانت شروط متشابهه راح ديرها في اكس 13 ا0 كما درتها اذا ما كانش شروط متشابهه دير واحد منطقي ولا دير بنوماتيك بنوماتيك اش معناته؟ واحد منطقي من بعد يا جماعه واش ديروا؟ راكم تشوفوا المخرج ا تاع اكس 13 اكتب المعادله في معادله الاوشك عرفتوها عند الاساتذه تاعكم معادله ا تساوي معادلة تساوي رقم المقياس في قابلية إذا هنا واش نكتب؟ هنا راكم تشوفوا الخط الأصفر هذا واش نكتب؟ نكتب إكس 13 في القابلية القابلية أزر هذه المعادلة تحتاجها بزاف مع المعادلة هذه هي اللي تحل لك المشكل تاع التعاقب كي تخدم هذه الخدمة أخدم بالطريقة البسيطة اللي مالك تخدم فيها تعاقب الوحيد دوك باه نجي نخدموا المعقد بعد ما درنا هذه الخطوات دوك راح نخدموا بطريقة بسيطة ركزوا معايا يا جماعة بعد نخدمو تجسيد المتمم تاع شغل 10 واش لازم لي؟ لازم لي معادلة الترشيق والتخمين هاي نبداو أنا فصلتها لكم بالتفصيل شوف عطيتكم إكس 10 هاي نبداو إكس 10 يا جماعة شكون ينشطها؟ ركزوا معايا مليح ينشطها المقياس راكم تشوفوا المقياس باللون الأحمر والقابلية باللون الأسود إذا إكس 10 شكون ينشطها؟ ينشطها إكس 14 في إكس 1 بار أو إكس 100 أنا ما كملتها لكم شكون نرجع لها يا جماعة معناتها في هذه الحالة هذه اكس 10 مدخل ا هو الترشيق ومخرج بي واش هو؟ مخرج التخمين الا هي ديما خاصه بالترشيق كي تهضر على الترشيق ديما اخدم بالا اوكي كي تهضر على التخمين ديما اخدم بالبي انا دوك واش راني نخدم؟ راني في الترشيق اذا الا علاه درت بوابه او هذه بوابه برمز اور بي تحتوي على مدخل علاه درت او باسكو علاه عرفنا اكس 10 شنو النشاط اكس 14 في اكس 1 او في وجود الخلل اذا واش نكتبوا هنايا؟ الخط هذا الاول وين نجيبوه يا جماعه؟ إذا إكس 10 شكون ينشطها؟ ينشطها إكس 14 لو كان خليها بهذا الشكل صح ولا غلط؟ راح تكون غلط راح تكون إكس 14 القابلية ما تجيش يا جماعة القابلية ستكون إكس 14 في صفر إذا واش لازم ندير هنا؟ كل مقياس لازم يرفق بالقابلية إذا واش ندير؟ ندير إكس 1 بار إذا واش هي المعادلة تاع هذه؟ هاي ورا إكس 14 إكس رقم المقياس في القابلية تاعو حققت الشرط الأول ولا ما حققتوش؟ حققته دابا واش بقى لي؟ جماعة واش بقى لي الشرط الثاني واش هو زائد اكس 200 على هذه الجلس بوابة او اذا هنا هذه اكس 200 نربطها بالبوابة ار اذا المخرج تاع البوابة ار واش يساوي؟ يساوي اكس 200 او الخط الثاني من جاي اكس 14 في اكس 1 هذه بالنسبة للترشيح روحوا التخمين هيا لو كان يعطيك جماعة لو كان يمدكم اكس 200 بهذا الشكل من افضل تربط اوكي من افضل تربط ولو كان تكتب اكس 200 راك صحيح على حسب الاساتذه اللي صحوا انا مثلا كي نبدا نصحح في البكالوريا كي نشوف كاتب اكس 200 نفهم بلي هاي جايبها من اكس 200 يعني نزيد نفلسف ونقص ونقطة وكذا دونك الكهرباء يا جماعة ماشي قرآن ماشي قرآن لازم تحافظ على كل حاجة حاجة ما تبدلش كلمة لازم مشكلة والجملة اللي ما تغيرهاش والآية ما تبدلهاش هنا في الكهرباء كل شيء تقدر تبدل فيه كي تقول لك اكس 100 واش معناتها؟
معناتها راك تقول راني جبت من المجمل الأمن من مرحلة التوقف، يعني عادي ماشي مشكل. أوكي، روحوا الإكس 10 جماعة، شكون يفهم على الإكس 10؟ إكس 10 يفهم على إكس 11، كي قلت لكم تهضر على تخمين أهضر على بي، إذا شكون يفهم على الحاجة هذا الشيء؟ من بي المخرج تاع إكس 11 تروح لبي مدخل تخمين تاع إكس 10. هنا واش كما تشكر التخمين؟ الأفعال كاين ولا ما كاينش يا جماعة؟ شوفوا الأفعال. الأفعال كاين فعل واش وضع عداد في الصفر، إذا واش نكتب؟ رمز أ صفر. جماعة كاين واحد الملاحظة، ركزوا معايا مليح. لو كان يقول لك أخدم لي مثلا تاع واش ولا 10. أنتم موالفين في المرحلة الإعدادية ديما ما كاينش الأفعال، صح ولا لا؟ لو كان مثلا يعطيك العداد يقول لك إكس 10 تمسح العداد، ولا يعطيك المؤجلة يقول لك إكس 10 تمسح المؤجلة، ولا يقول لك إكس 10 تمسح السجين، ويقول لك أصلا لي مثلا تاع واش ولا 10. في مرحلة الإعدادية تاع 10 لازم دير فعل تسميه رأس. هذه ما تنساوهاش، أوكي؟ أنا متأكد الأغلبية بلا 90% ما علمناهمش هذه المعلومة. هكذا، هنا واش درنا يا جماعة؟ كملنا مقياس رقم 10، دوك وين نروحو؟ نروحو لمقياس 11، 11 شكون النشاط يا جماعة؟ ركزوا معايا مليح، 11 بدا كاين احتمال مقياس، كاين احتمال مقياس إكس 10 أو إكس 13، إذا على هذه جبنا بوابة. شوفوا يا جماعة واش راح ندير؟ هذه المعادلة التنشيط، إذا كاين معادلة التنشيط كاين احتمالين، الاحتمال الأول واش ما بيناتهم زايد الاحتمال الثاني، إذا هنا واش لازم لي بوابة أو، صحيح البوابة أو هذه، نعطوها في إكس 11 ونجيبوا لها المعادلة في التنشيط، نبداو بالمعادلة الأولى، شنو المعادلة الأولى؟ واش هي؟ إكس 10، ها هو راهو، في إكس 1 في إكس 104 زائد إكس 105، ما بين إكس 4 وإكس ما بين إكس 104 وإكس 105 كاين زايد، واش لازم البوابة أو؟ إذا هنا واش نكتب؟ إكس 105 في إكس زائد إكس 104 ما بين إكس 104 زائد إكس 105 في إكس 1، إذا لازم البوابة أن ونكتبو إكس 1، صحيح؟ من بعد هنا القابلية حققتهم، من بعدها هذه القابلية مع من تمشي مع المقياس تاعها إكس 10، إذا واش هي المعادلة تاع هذا الخط؟ هو رقم المقياس إكس 10 في القابلية، والقابلية محققة، هكذا، روحو اللي بعدها كاينه معادله ثانيه، المعادله الثانيه واش هي تاع الترشيط يا جماعه؟ اللي هي اكس 13 في ار، اسكو اكس 13 في ار عندي ولا ما عنديش؟ اللي كتبتها بويا شو عليها اللي كتبتها؟ كيما قلت لكم شروط متشابهه ومخرج تاع المقياس لازم نكتب هذه المعادله باه تساعدني بزاف، اذا اكس 11 شكون يخمها اكس 13 في ار عندي هذا الخط، واش مازال يخصها المعادله؟ مازال يخصها ان بار، معناتها في ان بار واش لازم بوابه؟ ان، اذا زيد بوابه ان، راكم تشوفوا هذه ان. ومن بعد هذه الدائرة واش معناتها نافذ؟ واش تولي هنايا ان بار، تولي ان بار في اكس 13 في ا، وتولي هي نفسها اكس 13 في ا 0 في ان بار، هذه المرة تاع البوابة نعرفوها هنايا، إذا في هذه الحالة حققت معادلة التنشيط، إما هذا الخط اللي هو اكس 10 في اكس 1 في ما بين قوسين اكس 104 زائد اكس 105، أو الخط الثاني اللي هو اكس 13 في ا في ان بار، تفضل واش هو السؤال تاعكم؟ تقدر تكتبها ان بار مباشرة، أنا عارف، زي ما يكون سألني سؤال واش قال لي؟ قال لي يا أستاذ هذه الدائرة هذه، هو فرضها عليك العموم، هو فرضها عليك، عطاك البوابة هذه، لو كان ما يعطيكش البوابة، تقدر هذه الخط تسميه ان بار، شغل تقطع هذا الخط، هنا تسميه ان بار، وهنا دير خط واحد آخر وتسميه ان، عادي، أوكي، نكمل، أيوا روحوا التخمين، روحوا إكس 11 يا جماعة. هاي المعادلة صحيح تخمين شكون يخمن لي اكس 12 شكون يخمن لي اكس 11 اما اكس 12 راكم تلاحظوا بلي المقياس 12 و 11 راكبين في بعضهم معناتها راح يخمنها او تخمين جماعي اللي هو اكس 200 اذا انا واش نكتب نكتب اكس 200 هنا ولا نكتبها هنا يا جماعه اوكي او اكس 12 معناتها اكس 200 خمن لي اكس 11 و 12 و 13 هذا نسميه تخمين جماعي من بعد روح الافعال مرحله 11 اذا كاين فيها فعل كاين فيها فعل واحد اللي هو كان واحد هنا واش درنا يا جماعه؟ كملنا المقياس رقم 11، دوك وين نروحو؟ نروحو للمقياس رقم 12، راكم تشوفوا النقطة هذه، النقطة اللي راني نديرها معناتها كل مرة راني نجيب معادلة التنشيط والتخمين. هيا يا جماعة، إن شاء الله يكون البث ما واش يتقطع. هاي راني نخدم بالسويتش، ما عادش راني نخدم بالسويتش تاع قريب. نروحو لمرحلة إكس 12. شوفوا معايا يا جماعة إكس 12 واش عرفنا شكون نشطها؟ نشطها مقياس إكس 11 في أو، إذا 12 شكون نشطها؟ مقياس إكس 11 ها مربوطين مع بعض، شوف السامع مربوطين مع بعض معناتها إكس 11 شنو مازال يخص هذه؟ مازال يخصها القابلية، القابلية ديما تمشي مع المقياس، إذا أو تولي إكس 11 في أو، هذه معادلة التنشيط. إكس 12 يا جماعة شكون يخملها؟ يخملها إكس 13، واش راكم تلاحظوا السامع هذا؟
لاحظوا بلي 113 راكب في واش؟ اكس 12 او اكس 200 هي موجوده عندي تكميل الجمع. واش بقى لي؟ الافعال. اذا عندي فعل هنا عندي فعلين، اذا هنا واش نديرو؟ الفعل الاول سهمين متفرعان، الفعل الاول واش يودي ازعيل، وفعل ثاني هنا واش نكتبو؟ العب. هذه بالنسبه للمرحله اللي هي اكس 12. روحوا المرحلة اكس 13، اكس 13 جمع شنو نشطها في معادلة تنشطها من اكس 12 مقياس اكس 12 ها هو راكم تلاحظوا بلي اكس 12 مربوط باكس 13، شنو مازال يخصو؟ القابلية، إلى هنا واش نكتب؟ أ واحد، القابلية ديما تمشي مع المقياس. أما اكس 13 كون يخاملها جمع ركزوا معايا مليح هنايا، راكم تلاحظوا بلي يخاملها اكس 200 حنخدمناها من قبل اللي هي تخمين جمع، واش مازال يخصها اكس 13؟ يخملها اكس 11 او 14، اذا واش نحتاج؟ نحتاج بوابة او اللي هي اكبر او يساوي واحد برمز اوروبي، اصلا المعقد الهوائي من شركة اوروبية، شركة في روسيا، على هذه نخدم بالرموز الاوروبية، اذا اكس 13 اذا عندها احتمال اما اكس 14 او اكس 11 لازم بوابة او بمدخلين. اوكي، اذا المدخل الاول واش هو؟ المدخل الاول هو اكس 11 حققته، واش مازال يخصني؟ اكس 14. المخرج تاع التخمين ب اكس 14 والمخرج تاع البوابه وين يروح هو مدخل التخمين تاع مقياس اكس 11. ديما ركزوا على البوابات، جماعة البوابات ماهوش ديما يمدوكم، بوابه قادر ما يعطيكمش بوابات، واش تلقى في المعادله دير؟ اذا لقيت اكس 14 اكس 11 واش دير؟ دير بوابه هو بمدخلين، اذا قال لك مثلا اكس 11 زائد اكس 14 دير بوابه او بمدخل، ماشي شرط هو اللي يمد لك البوابات. واش بقى لنا هنايا؟ القناة واش هو القناة اكس 13؟ ايوا شوفوا اكس 13 كدا فيها فعل، فيها دي ا ناقص، معناتها ترجع الرافعة ا للحالة الابتدائية، إذا هنا نكتبو دي ا ناقص، دي ا ناقص، هنا واش درنا جماعة؟ كملنا مقياس اكس 13، دونك واش بقى لنا؟ قال المقياس الأخير، دونك نشوفو اللي نخدمو بكل بساطة، بعد ما خدمنا هذه الفكرة، اوكي، روحو اكس 14، جماعة شوفوا اكس 14، معادلة التنشيط شكون نشطها؟ نشطها مقياس اكس 13 في ا 0، اكس 13 في ا 0 جمع عندي ولا ما عنديش؟ عادي المعادلة هذي خدمت فيها من قبل، واش مازال يخصها معادلة يخصها ان، معناتها هذه المعادلة في ان، واش نحتاجو هنا؟ نحتاجو بوابة اول، هاي وراها البوابة اول، بوابة اول المدخل تاعها واش هو؟ ان، المدخل الثاني تاعها باش يكون مربوط، لازم يكون مربوط بهذا اللون الاصفر اكس 13 في ا 0، اذا هاني ربطته، معناتها واش تولي اكس 13 في ا 0 ونزيدو لها الان ونعطوها هنايا واش تولي المعادلة؟ لو كان تبعو هذا الخط هذا المخرج شو يساوي؟ المدخل الأول واش هو؟ هو إكس 13 في أ 0 في إن وهو المطلوب، وهو المطلوب، هكذا واش بقى لي دوكو؟ بقى لي تخمين إكس 14، إكس 14 مع شنو يخملها؟ إما إكس 10 ها هو إكس 10، إكس 10 كي نقول تخمين ديما ركز على بي ها هو 10، نعطو هذه في مدخل بي أو في حالة وجود خالد، إذا هنا أكتب إكس 200. هذا هو بالنسبة لمقياس اكس 14، وآخر حاجة الأفعال هنا كاينين وما كانش في اكس 14، بما أنه ما كانش أفعال هنا واش لازم نديرو السدادة تجنبا لضياع الهواء، تجنبا لضياع الهواء، هذا هو المعقد الهوائي لتعاقب أو تعاقب أو هو اللي هو إعادة المراحل، كيف قلت لكم تعلموا قلت لكم تعاقب أو معناته إعادة المراحل ولا قفز المراحل هي الجزء الكامل من تعاقب أو، هكذا. هذا بالنسبة للجواب رقم أربعة، إن شاء الله كامل وصلتكم الفكرة، جماعة ليقى إشكالية، أنا ما نقدرش نديكم تكرار معاه، كاين جماعة يحبوا التكرار، أوكي، اللي يحب التكرار المرة الجاية كي نطلع لكم فيديو، عاودوا ديروا التكرار باليوتيوب، أوكي، باه ما نضيعش الوقت والحصة ما تكونش طويلة بزاف، هكذا، واش يا فوزي؟ كاين أسئلة ولا ما كاينش أسئلة؟ ما كاينش أسئلة؟ أي أوكي، روح اللي بعدها. اوكي جماعة روحوا سؤال رقم خمسة، سؤال رقم خمسة قبل ما نروحوا سؤال خمسة واش عطانا؟ قالك عطالك دارة عد الصفوف، كيما داك دارة عد الصفوف حاولوا ديروها في إطار جماعة باه تركزوا عليها، في هذه الدارة عطاني دارة كشف عن الصفوف وعديها باستخدام عدد 74 آلاس 90، أول سؤال أول سؤال يا جماعة سؤال خمسة واش قال لكم؟ حدد دور المقاومة R1 في الترتيب وراء R1 يا جماعة وراء R1 أيوا وراء R1 اللي هي هذه
يعني راكم تلاحظوا بلي ار واحد على تسلسل مع ار اكس هي مقامه متغيره مع التسلسل مع واش مع ثنائيه ديالو، على ذلك الثنائيه ديالو هي حساسه للتيار كهربائي، لو كتمد لها جهد كبير والله تيار كبير واش حيصير لها؟ راح تتلم. جاكم السؤال هذا ما وظيفه ار واحد؟ قال ار واحد يدور هي عندي زوج مقاومات، هذه ار واحد شنو الوظيفه نتاعها؟ باش تعرف الوظيفه نتاعها يا جماعه تخيل روحك نحيتها، شوف شنو غندير. ها شوف شنو دار؟ واش دار يا جماعه؟ نحيت المقاومه صاري من بعد يا جماعه هذه مقاومه واش هي؟ اكس هي مقاومه متغيره صح ولا لا؟ مقاومه متغيره واش معناها؟ واش عندها مقاومه؟ عندها مجال ضغط يا من 0 كيلو اوم مثلا الى غايه 7 كيلو اوم. تخيلوا لو كان اكس يجي شخص يجي شخص يديها 0 اوم واش حيصرى؟ واش تولي هذه؟ اكس كبيره 0 اوم تولي سيك واش يولي؟ يولي ثنائيه ديود موصوله بجهد 5 فولت ودار قصيره واش حيصير؟ ارتفاع رهيب في التيار واش حيصير يا جماعه؟ تتلف ثنائيه ضوئيه، اذا واش وظيفه المقاومه هذيك؟ علاش زادوها؟ علاش زادوا هذه المقاومه؟ اذا واش وظيفه المقاومه ار واحد؟ حمايه الثنائيه الضوئيه من التلف واختراع، وذلك عندما تكون المقاومه المتغيره تساوي الصفر، لو كان مثلا ناقص المقاومه المتغيره صفر واش حيصير لها؟ تتلف. بما تلفش الثنائيه الضوئيه لازم نزيدوا مقاومه واش هي؟ مقاومه ثابته، اذا وظيفه المقاومه دائما وظيفتها حمايه ثنائيه الضوء. جماعه كي شفناك على المقاومه اذا لقيتها على تسلسل مع اي عنصر حساس ديما واش وظيفته؟ ديما وظيفه حمايه، سواء ثنائيه الديود ولا مثلا قاعده الصفر ولا اي حاجه حساسه للتيار ولا كي يكون جهد اكبر من جهد تستنى فيه اللي هو جهد الاسم. هكذا كاين اسئله هنا ولا ما كاش؟ ايوا بالنسبه للتركيب يا جماعه هذا ما الله غالب نخدمكم الشرح تاعو مي الله غالب لو كان باش نعرفو كامل مني راه بالك نكملو شويه زوج تاع الليل ولا ثلاثه تاع الليل هكذا اوكي. روحوا لي بعدها سؤال رقم سته. ها يا جماعه في السؤال رقم سته واش قال لكم؟ قال لكم احصر قيمه مقاومه ار اكس ار واحد عطانا قيمه تاعها ثابته ار اكس هي مقاومه متغيره قال لك احصر الجهد تاعها لا لا احسب قيمة مقاومة ار اكس كيف نحسبها يا جماعة؟ كيف نحسبوا المقاومة هذه؟ نحسبوها بطريقة اوم متر. لو كان القانون اوم متر ما يساعدنيش ونلجأ في هذه الحالة نلجأ لقانون الهيروات. جماعة ركزوا معايا كي يقول لك احسب الجهد ولا احسب التيار ولا احسب المقاومة تخمم تاعك يقول ديما باش يبدأ قانون اوم ومعناتها الجهد بين طرفين اي نقل اوم واش يساوي؟ يساوي مقاومته في التيار الذي يجتاز. هذا القانون ما ساعدكش روح ديريكت من قانون المعلومات راح تحل المشكل نتاعك. هاي نرجع للسؤال تاعنا. السؤال تاعنا ها هو راهو قال لك احسب المقاومه ار اكس. هنا لو كان نديرو قانون المقاومه واش نقولو؟ نقولو في ار اكس ماذا تساوي؟ تساوي مقاومه ار اكس في التيار الذي يجتازها. هنا سماه لي اي اف. هنا في التركيب سماه لي اي اف. قال سميه اي ار واحد اي ار اكس ولا سميه ديال باسكو كاين هذا الثلاثه على تسلسل. واش معناته؟ يمر عليهم نفس التيار معناتها اي ار يمر عبر ار واحد هو نفسه يمر عبر ار اكس هو نفسه يمر عبر ثنائية ضوئية ديود صح. جماعة كاين جماعة عندهم مشكل ما يعرفوش الدارة هذي ما يفهموهاش. شوف هذي الدارة واش فيها؟ فيها في سي سي مصدر جهد قطب الموجب ومن بعدها المقاومة بعدها مقاومة متغيرة ومن بعدها ديود ضوئي ومن بعدها جي ان. اللي عندهم مشكل يا جماعة هذي الدارة يحولوها دارة مغلقة. شوف معايا أول حاجة باش نبدا في سي سي تيار من يجي؟ يجي من بيسيس وين يروح بعدها؟ يروح الأرواح معناها يجي على تسلسل الأرواح هكذا شفتو الدرجة اللي نحول فيها. بعد الأرواح شو يجي؟ يجي ار اكس على تسلسل هذا شيء. بعد ار اكس شو يجي بعدها؟ يجي ثنائية ضوئية على تسلسل. بعد ثنائية ضوئية وش يجي بعدها؟ الخلق اللي هو القطب السالب. شفتو الدارة هذه؟ هذه المخطط الأحادي شوفو كيف قلتو دارة مغلقة صحيح؟ يعني اللي عنده مشكل بمخطط الأحادي يقولوا بهذا الشيء. نروحوا حنا واش راح نديروا جماعة؟ راح نحسبوا مقاومة ار اكس، قانون الأم ما ساعدنيش، وين نلجا في هذه الحالة؟ أنا متأكد قانون الأم ما ساعدنيش، وين نلجا قانون العلوات؟ قبل ما نخرجوا قانون العلوات، أول حاجة خرجوا الاتجاه الاصطلاحي للتيار. الاتجاه الاصطلاحي للتيار من قطب الموجب إلى قطب سالب، هذه أول حاجة. ثاني حاجة الاتجاه الاصطلاحي هو للجهد. الاتجاه الاصطلاحي مولد الجهد ولا الاستقطابي تاعو ديما تبع التيار. اما باقي العناصر الكهربائيه المغذيات الاستقطابي تاعها ديما تكون عكس التيار كما هنا ار واحد تكون عكس التيار عكس اتجاه التيار نسميوها في ار واحد. هذه واش هي؟ ار اكس عكس التيار نسميوها في ار اكس واحد
وديود كذلك عكس التيار، يعني استقطابيه باقي العناصر الكهربائيه باستثناء مولد الجهد لما تكون عكس التيار. قال الأم ما ساعدنيش، اذا بنحسب ار اكس استعمل قانون العلوي. واش يقول لي قانون العلوي؟ يقول لي مجموع الجهود في دائره مغلقه لازم تكون مغلقه واش يساوي؟ يساوي صفر. الجهود اللي تمشي مع العروه تكون مقدارها موجب، والجهود اللي تكون عكس العروه تكون سالبه. كمان شنو العروه اللي فديتها؟ ديتها باتجاه عقارب الساعه، اذا مجموع جهود الدائره المغلقه يساوي صفر. اذا من العروه ا لدينا عندنا في ديود يمشي مع العروه موجبه، في ال اكس يمشي مع العروه موجبه، في ال واحد يمشي مع العروه موجبه، مي بي سي سي عكس العروه معناها ناقص بي سي سي يساوي صفر. دابا السؤال انا واش راح نحسب؟ راح نحسب ال اكس. اذا هذه في ال اكس وفي ال واحد نعوضهم بقانون الاوم. اذا كيف تولي المعادله؟ تولي في ديود زائد ال اكس في ال اكس ماذا يساوي؟ يساوي مقاومه هذا النقل معناتها ال اكس في التيار الذي يجتازه معناتها اي اف زائد في ال واحد اجمعوا شو يساوي في ال واحد؟ تساوي ال واحد في التيار الذي يجتازه اي اف ناقص في سي يساوي صفر. هنا نقدر نضرب ونقدر نخرج ال اكس ولا ما نقدرش؟ هنا نقدر نخرجها بكل بساطه. اذا واش تساوي؟ بل هذه واش نخرجوا؟ خرجوا عامل مشترك. راكم تلاحظوا بلي ال اكس و ال واحد يمر عنهم عبرهم نفس التيار، نخرجوا اي اف واش تولي المعادله؟ تولي ال اكس زائد ال واحد في اي اف وفي دي وفي سي سي، لو كان نقلوا الطرف الثاني واش تولي؟ في سي سي ناقص في ديو. من بعدها ندو اي اف طرف ثاني واش تولي المعادله يا جماعه؟ واش تولي؟ تولي ال اكس زائد ال واحد واش يساوي؟ يساوي في سي سي ناقص في ديو على اي اف هكا. ومن بعدها ال واحد كي نقلوا الطرف الثاني، اذا ال اكس العباره الكليه تاعها ماذا تساوي؟ تساوي في سي سي ناقص في ديو على اي اف ناقص ال واحد. هذه هي العباره تاع واش تاع ال اكس. اوكي سؤال قالك، سؤال واش قالك؟ قال لنا احسبها. في سي سي جمع عندي 5 فولت، فيديو عطاها لنا، اي اف عطاها لنا، عطانا كل شيء نورمالمون. واش قالنا جمع؟ قال لك احسب المقاومه ال اكس لما اي اف يساوي 20 ملي امبير. هنا عطانا تيار صح، مي دوب فيديو ما عطاهناش. واش زادنا؟ زادنا حاجه جديده، عطانا المنحنى البياني. راكم تشوفوا المنحنى البياني، قلنا قيمة التيار اي اف، قلنا قيمة التيار اي اف 20 ملي امبير، كي نديرو اسقاط اذا اللي موجود بين طرفي الديود نلقاو بدا يساوي في اف واش يساوي 2 فولت. اذا الجهد عندي، التيار عندي، في سي سي عندي، واش نديرو؟ تعويض المباشر ولا تطبيق عددي. اذا ال اكس واش يساوي؟ في سي سي 5 فولت ناقص 2 في اف استنتجتها من المنحنى البياني على 20 ملي امبير. لازمنا الحسابات تاعنا جماعه ديما نخدمو بوحدات دوليه، وحده دوليه للتيار واش هي؟ اللي هي امبير. اذا 20 ملي امبير تساوي 20 في 10 قوه ناقص 3 وتساوي 0.02 امبير. اذا ال اكس ماذا يساوي؟ يساوي 50 ام. يساوي 50 ام. واش يا فوزي هنا كاين اسئله ولا ما كاينش؟ الو 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 فوزي الو اسمع فيا فوزي، ما كاين اسئله هنا ولا ما كاينش اسئله؟ غادي نسمع فيك. الو 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 مشكل راك تسمع فيا كدا؟ تزير هادي ديما فيها مشاكل، يا مشكل كونيكسيو يا مشكل ريزو، حوايج بزاف. ها يا جماعة كاين أسئلة هنا ولا ما كاينش؟ فوز وحنا ما كاينش، ما عندناش سؤال، ما عندناش دواء هنا يا جماعة. المرة الجاية كي ندير سجل واحد آخر إن شاء الله، كي نلقاو مثلا إشارة دورية 1555 ولا كذا نخدمو بإذن الله. بس لازم نحاول نولي نبحث، ما نقدرش لو كان نجاوبهم بالهضرة ماهوش حيث. اوكي زين على مكان نروحو سؤال 7. هاي يا جماعة نروحو سؤال 7، سؤال بسيط خلاص. سؤال 7 واش قال لك؟ أكمل ربط العدد على وثيقة الإجابة 2.
جماعه بعد ترسموا بعد تخدموا العداد، قبل ما تخدموا العداد ديما تشوفوا المخطط الوظيفي، ديما تركزوا على المخطط الوظيفي. لازم تعرف شكون يهمد الاشاره الساعه، شكون يهمد الاشاره الساعه هنا؟ بوابه ان فيها مدخلين. شكون يمسح العداد؟ هنا ما عطاهاش، معناتها راح يطلبوا منها. شفتوا يا جماعه؟ المخطط الوظيفي ما ساعدنيش. ما دام كي ما عطاهاش راس المخطط الوظيفي وين نحوس عليها؟ نحوس عليها في المكمن والشغلات اللي فيها العداد. دونك نرجعوا ليها، وهنا شرط نهايه العداد هو بابدا في مدخل بمدخلين، وان هنا يساوي خمسه. هيا يا جماعه راح نخدموا العداد. شوفوا معايا، بما انه عطاني، شوفوا معايا، ما دام راس عطاها لي خط، معناتها راس تمشي بواحد منطقي، معناتها العداد راح يجيك ب 74,090. لو كان عطى لك خط دائره، معناتها المسك يمشي بالمستوى الادنى، معناتها العداد راح يجيك بالقليل. صاير بما انه راس تمشي بواحد منطقي، العداد راح يكون ب 74,090. شوفوا معايا يا جماعة، أنا العدد اللي عطاني طبيبو خمسة، واش ندير أول حاجة؟ قبل ما نكمل، أول حاجة ديما نبدا حوايج الساهلة، نبدا نغطي الدار المندمجة، نغطيهم بي سي سي في الباطو هذا، وتقدروا تعرفوا الأرقام تاعها من توزيع المساري تاع ديالها في وثائق الصانع، هكذا. وثاني حاجة واش لازم ندير؟ نغطيها نربطها بالجي إم، هنا واش درت؟ أول حاجة غطيت دار مندمجة، ثاني حاجة ار 9 1 ار 9 2 يحتاجون ولا ما يحتاجون في 74,000 عدد تصاعد ما يحتاجونش، معناتها نعطوهم بالجي ان ديما تخلصوا من بعدها. جماعه قال لك اخدم لي عدد تغريدو 5، واش دير؟ لازم تخدم له عدد دوره كامله يحسب من 0 9. كي يقول لك اخدم لي عدد تغريدو 5 6 7 8 ديما اخدم له عدد تغريدو 10 وتخلص من رقم 5. لو كان مثلا يقول لك اخدم لي عدد تغريدو 13، في الحاله هذه لازم لك السيركوي، السيركوي تحسب الاحاد والسيركوي تحسب 10، واش تولي تخدم عداد تارديلو 100 ولازم تخلص من رقم 13. لو كان يقول لك ارسم لي عداد تارديلو 120، واش تخدم؟ تطلع سيركوي تخدم عداد تارديلو 1000 وتخلص من رقم 120. كيما هنايا واش طلب من عداد تارديلو 5 واش ندير؟ لازم نخدم عداد تارديلو 10، واش ندير؟ اول حاجه شوفوا معايا يا جماعه، هذه البوابه ما عاد جاوبكم عليها، هذه البوابه كي نربطها في السيكا ا واش تولي عداد؟ ربطته بسيكا ا فقط، يقول لي عداد طالبو 2، معناتها اللي ربطته بالقدم الداخلي ا، هكذا. من بعد واش ندير؟ ما خرج كي ا هذا، باش نربطو؟ نربطو سيكا بي، واش ندير في هذه الحالة؟ عدد طالبو 2 وعدد طالبو 5 ربطتهم مع بعض، واش يولي عدد طالبو 10، يعني السيركوي ديما ربطها بهذا الشكل، يعني أول حاجة. كاش أسئلة هنا ولا ما كاش؟ هاي، في هذه الحالة يا جماعة العدد هذا كذا طالبو كما راهو، ميقاتي مربوطة بسيكا ا، ومخرج كي ا مربوط بسيكا بي، واش يولي عدد طالبو 10، متفاهمين؟ من بعد واش بقى لنا؟ بقى لنا شكون يمد إشارة الساعة؟ وشكون يمسح العداد؟ وشكون يمد شرط نهاية العداد؟ هاي نبدا نخدموها يا جماعة. جماعة، أن يساوي 5، كيف نديروها؟ أن يساوي 5، سهلة. 5 بنظام عشري، نحولها لنظام ثنائي، واش نلقاوها؟ نلقاوها كي أ كي سي. ولا الطريقة واش نديرو؟ نكتبو 5 بنظام عشري، نحولها بنظام ثنائي، حيث الرقم هذا اللي جا منها هو الـ ال اس بي، شكون يعبر عليه؟ كي ا، ورقم اللي جاي في الالاف هو ام اس بي، هاني كتبتها. اذا شرط نهايه العدد هي الوحدات المنطقيه، اذا ان واش يساوي؟ يساوي كي ا و كي سي. اوكي، ولا جماعه كاينه طريقه ثانيه واش نديرو؟ كي ا اكتبها واحد، كي بي 2، كي سي 4، وكي دي 8، ومن بعد البوابه لازم مربوطه بخمسه، اجمع الاعداد يبدو لك رقم خمسه، واحد واثنين واربعه وخمسه، ورقم خمسه منين يجي؟ واحد زائد أربعة، واحد اللي هي كي أ، وربعة هي كي سي، نخدموها بكل بساطة، واللي يحب يفهم العدادات، اللي يحب يفهم العدادات يروح القناة تلقى الفيديوهات عليها بالتفصيل، هكذا. دروك واش معاه واش بقالنا؟ خدمنا شرط نهاية العدد، دروك واش بقالنا؟ بقالنا مسح العدادات. هنا في مسح العدادات في المخطط الوظيفي ما ساعدنيش، في هذه الحالة واش ندير يا جماعة؟ مادام أن المخطط الوظيفي ما ساعدنيش، وين نروح في هذه الحالة؟ نروحوا نحوسوا على الجرافسات ولا مثلا الشغلة اللي فيها العداد اللي هي واش هي شغلها رقم واحد. شوف معايا يا جماعه شكون يمسح العداد؟ ها وضع العداد في السيرفر، شكون يمسح العداد؟ هي مرحله اكس 10، وشكون يمد اوتوريزاسيون؟ شكون يمد الاذن بالعدد؟ اللي هي مرحله اكس 12. اذا في هذه الحاله واش نكتب؟ بما ان وضع العداد في السيرفر اكس 10، هنا واش نكتبوا؟ نكتبوا اكس 10. اكس 10 واش يقول؟ تجيكم السؤال ما وضعت اكس 10؟ وظيفتها مسح العداد، بصوا على مربوطه ازر 1 ازر 2، وديما ازر 1 ازر 2 يكون كتله واحده ما تنساوش. اوكي، اذا اكس 10 وظيفتها مسح العداد، شكون يمد الاوتوريزاسيون باه العداد يحسب؟ وراه العداد اش معناه؟ وراه العداد
هو في مرحلة إكس 12، إذا إكس 12 وش وظيفتها؟ وش وظيفتها؟ وظيفتها إذن بالعدد، على هذا ربطناها في إشارة ساعة. إكس في حالة إكس 12، في حالة إكس 12 تساوي صفر، صفر في في أربعة وش يساوي صفر؟ تصير جهتها صفر منطقي، أسكو تحسب ولا ما تحسبش؟ ما تحسبش. نهار إذا وصلت إكس 12 تنشط تخمم، تنشط تخمم تولي جبهة نازلة، كل ما تجي جبهة نازلة وش العدد يعد حتى يوصل رقم خمسة، هو رقم خمسة هو شرط نهاية العدد. هذا بالنسبة عدد ترديده خاصة باستخدام دارة مندمجة 74.90. واش يا خوت؟ ما كان حتى سؤال، روحوا لي بعدها. روحوا سؤال رقم 8. هاي جماعة روحوا سؤال رقم 8. سؤال رقم 8 عطانا دارة مؤجلة واحد، ولا قبل ما نشوف قبل ما نقرا اسم العنوان تاعها نشوفوا ال او 555، مش كنت لاحظوا هنايا ال او 555، لاحظوا بلي 6 وسبعة مربوطين مع بعض كتلة واحدة، لكن هذه تلقى ستة مربوط مع سبعة، ال او 555 وظيفتها مؤجلة، بما مؤجلة، صحيح؟ ونهار تلقى ستة مربوطة مع اثنين، واش نقولوا؟ نقولوا عليها توليد إشارة ساعة، جماعة، راكم تشوفوا هذا السلك هذا كابل، هذا ماهوش متقاطع مع هذا كابل، هاك كيفاش كاين نقطة تقاطع بين نقطة كيما هنا، راكم تشوفوا، ستة وسبعة. سؤال هنا واش قال لكم يا جماعة؟ قال لكم أقسم الساعات المكلفة. فين نحسبوا الساعات المكلفة؟ أول حاجة لازم نفهم تركيب، تركيب واش الوظيفة نتاعو جماعة؟ مؤجلة، معناتها خرج عبارة التأجيل. ما لم عبارة التأجيل كي خرجها، روح خرج المجهول، المجهول هنا واش طلب منك؟ سي. بعد كي نخرج الساعات المكلفة سي، واش ندير بعدها جماعة؟ ندير تطبيق عددي، شوف معايا، إن شاء الله تفهموها بالتفصيل. شوف معايا، هذا هو التركيب. استخراج أول حاجة قبل ما نحسب سي لازم نستخرج عبارة تركيب، هذا هو عبارة تأجيل صحيح. لاحظوا بلي ستة مربوط مع سبعة، إذا هذا تركيب شو الوظيفة نتاعو؟ مؤجلة، معناتها هذا تركيب واش يمد لي زمن التأجيل، فاهمين عليها؟ من بعدها جماعة زمن التأجيل هذا راح نكتبوكم بالعربية ما تنساوش، صحيح زمن التأجيل هذا التركيب واش يساوي؟ يساوي المقاومة المكافئة أثناء الشحن، ركزوا معايا أثناء الشحن، مش معناتها مقاومة أثناء الشحن، معناتها تبقى التيار من بي سي سي حتى يوصل المكافئة، إذا التيار يجي من بي سي سي يروح عبارة آر خمسة حتى يوصل المكافئة، إذا واش هي المقاومة المكافئة هنا؟ اللي هي آر خمسة، الكل في ساعة المكافئة المكافئة، ديما عندكم مكافئة واحدة معناتها كاينة في سي في واش؟ في آلان ثلاثة، هذه آلان ثلاثة جماعة عطوني سي تحضر، آلان ثلاثة موجودة في التأجيل آل أو 555 فقط، ولا في توليد إشارة ساعة بوبات سي مصغرها ما نزلوش تلقاها. ماشي على التركيب مثلا مؤجل باستخدام خالي اس نقولوا في الم ثلاثه اتونسيو 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 صاري بعد ما عرفت تفضل هذه وش هي مكثفه تساهم في استقرار الاشاره تساهم في نزع التشوشات واستقرار اشاره المخرج اوكي هذه المكثفه لو كنت تختار التركيب الداخلي تاعها تلقاها مربوطة في المقارن العلوي اللي الجهد تاعو 2 على 3 في سي سي، لو كان يصرى مشكل في المقارن هذه المكثفة تكون مشحونة تعطيو الجهد هذاك لمدة زمنية صغيرة باه المخرج واش يكون محسن كما نقولوا. اوكي تساهم في استقرار إشارة وتقدر كذلك واش تقولوا لها مراقبة إشارة اسمها باش تقول لها قطب 25 يسموه قطب التحكم أو مراقبة معناتها تراقب الإشارة تخليها ديما منتظمة. هكذا صحيح هيا روح نحسبوا جماعة، إذا نخرجوا عبارة تأجيل، إذا عبارة تأجيل وش تساوي؟ تي واحد وش يساوي؟ إذا التأجيل هو زمن الشحن فقط، إذا وش نقولوا؟ نقولوا شحن المكثفة عبر آر خمسة، معناتها المقاومة المكثفة، ها شوف اتجاه التيار، يمشي من البي سي سي، يروح آر خمسة، من بعدها يروح المكثفة، إذا المقاومة المكثفة وش تساوي؟ آر خمسة، إذا زمن التأجيل وش يساوي؟ المقاومة المكثفة اللي هي آر خمسة، في ساعة المكثفة اللي هي سي، في آلان ثلاثة، هنا خرجت عبارة تأجيل ولا ما خرجتهاش؟ هنا خرجت. دوك واش نديرو؟ نخرجو عبارة المجهول، واش طلب مني هو؟ طلب مني مكثفة سي، إذا استخراج عبارة سي، إذا مكثفة سي ماذا تساوي؟ تساوي تي واحد، بس مؤجل اسمها تي واحد، تساوي تي واحد على آر خمسة على آر ثلاثة، تطبيق عددي وبكل سهولة، بسبوس هذا السؤال، بسبوس، شوفوا سي واش يساوي؟ تي عطاها لي خمس ثواني، وحدة دولية، تقسيم، آر خمسة شنو عطاها لي؟ كدا عطاها لي؟ عطاها لي 10 كيلو أوم، كدا تساوي أوم؟ تساوي 10 في 10 قوة ثلاثة وتساوي 10000 أو في آلان ثلاثة، إذا سي ماذا يساوي؟ يساوي جماعة راكم تخرجوها بالفرع، راكم تلقاوها
تلقاهم نورمالمون 454 في 10 قوة ناقص 6 فار، هكذا. وكي تحول لفارات تولي 454 ميكرو فار. هذا بالنسبة لسؤال رقم 8. صحيح، كاين أسئلة ولا ما كانش؟ ما كانش. نروحو نروحو السؤال واش هو؟ رقم 9. صحيح. هنا المقاومة المكافئة أثناء الشحن اللي هي أوكي. نروحو السؤال رقم 9 يا جماعة. سؤال رقم 9 في دارة الكشف عن مستوى سعر المعالج، لازم تروحوا هذه الدارة ديروها في وسط الإقبال كما هكذا، ومن بعد شوفوا الأسئلة. قال لك اقترح حلا مناسبا في التركيب بحماية المقحل تي 3 عند التبديل على وثيقة الإجابة. وش عطاكم؟ عطاكم ترانزستور تي 3 على تسلسل مع الوشيعة. يا جماعة على بالكم الوشيعة، الوشيعة لو كانت تغذيها بجهد وش راح تبدلك؟ راح تولد فيها قوة كهربائية متحركة. هذه القوة الكهربائية المتحركة تبدا الوشع، وكأنه الوشع تولي مولد. نهار تي 3 يولي في حالة تبديل يولي مانع، هذه القوة المتحركة واش تدير؟ قادرة تتلف ثنائية، تتلف مقحل، تتلف كوليكتور مقحل، جميع المقحل. كيف نحلو المشكل هذا؟ كيف نحلو المشكل هذا؟ واش يقول؟ أي وشعة موصولة على تسلسل مع المقحل، كيف نحلو المشكل تاعها؟ واش نزيدو لها فوزي؟ صحيح، نزيدو ثنائية تديرو بلاصة نوع عجلة الفراغ باستقطاب العكسي، لازم تكون بهذا الشكل. اوكي، واش معناته؟ معناته كي تغذي الوجه تمد قوة كهربائية متحركة، من بعد كي تبقى تغذية، هذه القوة الكهربائية المتحركة يا جماعة، التيار هذا من هنا يجي قطب موجة من هنا قطب سالب، هذا التيار كي يجي هاو واش يروح؟ يلقى ديود المقاومة تاعو اللي يصير يبقى التيار هذا، واش يصير هذا التيار؟ يبقى يدور وينفذ على شكل حرارة، ينفذ على شكل حرارة. إذا هذه العجلة خروف وظيفتها حماية المقحل من التيارات التحريرية الناتجة عن التحرير الذاتي للوشع. إذا حل وش هو؟ إضافة عجلة حرارة والله ثنائية الديون. زين، كاش أسئلة هنا؟ أيوا. إذا مش وظيفة إضافة ثنائية مسيرية على تفرغ مع الوشيعات المراحل بشرط تكون باستقطاب العكس. فاهمين؟ راحوا السؤال 10، ما زلنا في نفس التركيب. جماعة قالت لهم السؤال 10، قال لك أعطي لي عبارة في زايد، هاي وراها في زايد، وأعطي لي عبارة في ناقص. في زايد يا جماعة واش نسميوها في زايد؟ في زايد هي نفسها في آر 8. جماعة كي نبدا هذه النقطة، ملاحظة ركزوا معايا مليح يا جماعة. جماعة كي نبدا النقطة هذه، يقول لك احسب الجهد. النقطة هذه تبعها حتى توصل جي ان دي. معناتها هذه في زايد هي نفسها واش هي؟ في آر 8. ونقطة هذه بناقص تبع حتى تصل جي ان دي، إذا واش تعبر هذه بناقص؟ تعبر عن في ار بي، في ار بي، هكذا. يجيكم سؤال يقول لك واش نقدر نسميوها في ار زي؟ نسميوها جهد مرجعي. يعني نسميوها جهد مرجعي؟ لأن هذا الفرع مقاومته كلها ثابتة. أما في ناقص نقدر نسميوها جهد متغير. علاه متغير؟ لأن هذا الفرع واش كاين مقاومة متغيرة، قد تكون حرارية، متغيرة، ضوئية إلى آخره، أي حاجة تغير سميها جهد متغير. إذا هذا المقارن اسمع واش يدير هذا المقارن؟ يقارن بين جهدين، الجهد الأول هو جهد ثابت، دونك نحسبوه، وهذا جهد واش هو متغير. إذا كان في زيد أكبر من في ناقص، هذا مقارن واش يمد لي؟ يمد لي في سي سي، المقحل يكون مشبع وشعاع ومغلق. وإذا كان في ناقص أكبر من في زيد، هذا المقارن واش يمد لي؟ يمد لي زيرو فوا، يمد لي جي ان دي، المقحل يكون مانع وشعاع غير ممرضة. نرجع السؤال تاعنا واش قالنا؟ قال لك اعطي لي ايجاد عبارة في ناقص، هاي راه في ناقص يا جماعة، شوفوا معايا يا جماعة، قال لك خرج لي عبارة في ناقص باستخدام قاسم الجهد، اش معنى هذا قاسم الجهد؟ وكيفاش نطبق قاسم الجهد؟ حكيو عندنا مقاومات على التسلسل، بصح لو كان نشوف هنايا مقاومة كاين تفرع هنايا، أستاذ كيف نطبق قاسم الجهد وكاين عندي تفرع؟ هنا مش نلاحظوا جماعة هذا التيار هذا قلنا لهم التيار هذا اللي يجي مصدر جهد يمشي كي يوصل النقطة هذه يلقى فرعين، الفرع الأول في ار والفرع في واش هو المدخل العاكس للمقارن. الحاجة المميزة في المقارنة جماعة مدخليه هذو المدخل العاكس والغير عاكس يحتويان على مقاومة تقول ما لا نهاية، ولا نقولوا ممانعة تقول ما لا نهاية. إذا التيار هذا جماعة التيار هذا يلقى مقاومة تقول ما لا نهاية يلقى مقاومة صغيرة، واش يختار التيار؟ تلقى في تلقى واش هو كيما الماء جماعة الماء
في الواد، نعم يلقى الواد، يلقى الواد ويلقى الجبل، لا واش يخير؟ اسكو يطلع مع الواد ولا يطلع، اسكو يطلع مع الجبل ولا يهبط مع الواد؟ بالمنطق الموج يتبع، يطول يتبع مسلك السن اللي هو الواد. اذا انت يا كهربائي ثاني كيلقى طريق في مقاومه بزاف وطريق في مقاومه ضعيفه يسلك مسلك السن. اذا واش وين يروح؟ ما يروحش تيار منا، اذا وين يروح؟ يروح ار بي، وعلى وين يروح؟ تيار جي ان. واش راكم تلاحظوا في هذه الحاله؟ ولات ار 6 و ار بي عندهم نفس التيار، اذا مقاومه واش ولاو؟ ولاو على التسلسل. ونهار اللي يشوف مقاومه على التسلسل واش يجي في راسي؟ اما خمو في قاسم الجهد. قاسم الجهد واش يقول لك؟ يقول لك كي تحب تحسب مقاومتين على التسلسل، تحب تحسب جهد اي مقاومه واش يساوي؟ هاو قناتك شوف في ناقص يساوي؟ يساوي المقاومه المعنيه اللي راك حاب تحسب الجهد تاعها على مجموع المقاومات الفرع هذه كامل في جهد التغذيه. اذا في ناقص يساوي شكون هي المقاومه المعنيه يا جماعه؟ المقاومه المعنيه اللي هي هذه اللي عطاها لي دلاله الفا، واش تساوي؟ تساوي الفا في ار بي، المقاومه المعنيه هذه هي على مجموع المقاومات الفرع. اذا كاين مقاومه الفرع هنا، الفرع هذا يا جماعه ماشي تركيب، الفرع هذا اذا كاين ار 6 والفا ار بي، معناتها تساوي ار 6 زائد الفا ار بي في الجهد المسؤول عن تغذيتهم. يا جماعه في جهد المسؤول عن تغذيتهم. هنا شكون يغذي فيهم؟ في سي سي. اذا في جهد التغذيه في سي سي، وبعدها هذه العباره سهله. كان اسئله ولا ما كانش؟ ايوا روحوا اللي بعدها. اللي بعد ايش قلنا؟ ايجاد عباره في زي. جماعه هذه في زي بنفس الطريقه مقاومتين ينهالوا على التسلسل، لانه تي مستحيل يروح القطب غير عكس هكذا. اذا المقاومه تي يمشي ار 7 وين يروح؟ يروح للار 8. ولاحظوا بلي ار 7 وار 8 على التسلسل. اذا دي ار زي ماذا يساوي؟ يساوي المقاومه المعنيه اللي هي ار 8 على مجموعه المقاومات في جهد التغذيه. اذا المقاومه المعنيه واش هي يا جماعه؟ هذه لازم تدورها، اللي هي ار 8 على مجموعه المقاومات الفرع واش هي؟ ار 7 زائد ار 8 الكل في جهد التغذيه في تي سي. اسئله بسيطه جدا. وين وصلنا؟ سؤال 10 صحيح، خلاص سؤال 10.